مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن، حلقتنا النهارده من المغرب. بس قبل ما اروح للمغرب عايز احكي لكم عن فيلم اسمه طرد الارواح الشريره من إيميلي روز. الفيلم ده كان انتاج سنه 2005 ويعد من اكثر الافلام رعبا في السنوات الاخيره، في العشرين سنه الاخيره بيصنف على انه من اكثر الافلام رعبا. الفيلم كان عن قصه حياه بنت حقيقية ألمانية اسمها أنليس ميشيل. دي بنت ألمانية كاثوليكية تعرضت إلى أزمات نفسية شديدة، منها كانت بتخربش الحيطان، بتاكل الحشرات، جابوا لها قسيس بدأ يعالجها، شالها أبوها وأخوها وربطوها في السرير زي ما طلب القسيس، وبدأ يقول لها كلام وبدأ يكلمها على إنها ملبوسة بالجن. فبدأ يقول لها قول انت مين يا ملعون، اطلع انطق. ميشيل ماتت. القصة دي كانت في النصف الثاني من السبعينيات، القصة الحقيقية. أنليس ميشيل ماتت بعد شوية، جالها دي صورتها، جالها كان عندها 23 سنة وجالها هزال شديد جدا. المفارقة الغريبة انهم اكتشفوا ان اللي كان عندها هو مرض نفسي شيزوفرينيا، لكن بعد فوات الأوان. المحكمة حكمت على القس بالسجن وطلبت عدم تنفيذ الحكم احتراما لمكانته. القس كان بيعالجها بالإنجيل. إيه سبب بدايتي بهذه الحكاية؟ أنا متردد كثيرا في الحديث في هذا الأمر لأني لم أعتد أن أتحدث عن برامج زملاء. أنا أقدر جهد كل الزملاء وقد أرى أني أقلهم وهم الأفضل دائما، لكن الإعلام الآن في مرمى النيران. لم نتعرض لهجمات، تعرضنا لهجمات على مدى 3 مرات في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ثم في عام الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم الآن. والآن لم يعد هجوم سلطة فقط، ربما كان في عهد الرئيس مبارك كان هجوم سلطة وكتاب سلطة بيهاجموا الإعلام بشكل مكثف جدا، الإعلام المعارض. وفي عهد مرسي كان النظام ومن هم خارج النظام، الإخوان المسلمين، هجوم شرس على الإعلام اللي بيسود الدنيا. ثم في عهد الرئيس السيسي حالة شعبية ما نقدرش نقول إنها رسمية، كمان رسمية ما هياش باينة قوي، قد تكون موجودة فكرة قبول النقد، فكرة البلد بتمر بظروف صعبة فيجب على الإعلام أن يكون له دور ويبقى دور تنموي وخلافه. الواحد بيتحسس رأسه عندما يسمع هذا الكلام، الإعلام عليه أن يصوب نفسه بنفسه. لكن الناس كمان كتير بقت مش طيقانة، عايزة حد تحمله المسؤولية فبتخبط في الإعلام. هل هذا لا يعني أن لدينا أخطاء؟ لدينا أخطاء. لكن شفت حلقتين في الأيام الأخيرة لزميلتي العزيزة ريهام سعيد، وريهام سعيد من الناس النشيطة جدا اللي بذل جهد جبار، اللي بتقوم بدور إنساني في برامجها محترم جدا، اللي بتروح أماكن بعيدة وغريبة وبتبذل جهد وما بتنامش بجد، ولكنها أحيانا تذهب إلى مناطق يعني بشوفها اجتهاد أو تغيير. المنطقة الأخيرة التي ذهبت إليها زميلتي العزيزة ريهام سعيد، وأرجو أن لا ترى في هذا نقدا ولكنه نقاش، أنا لا أملك أن أنقد زميلي يعني. سألت نفسي وأنا قاعد أتفرج على الحلقة، يا ترى ريهام عايزة توصل لفين؟ فقاعد أستنى حلقة الجن، مجموعة الفتيات، هي حالة غريبة اللي الكاميرات موجودة في كل مكان والكاميرات بترصدهم قبل ما تيجي ريهام، وفي دكتور شكله أنا مش عارفه هو مين ولكن بيدير حوار غريب جدا، هو قاعد على كرسي والمريضة قاعدة على كرسي تاني، وكل شوية تجي لها الحالة. أنا بحكم عملي الصحفي أيضا حضرت حالات تدعي المس بالجن كتير وكنت بسجلها وكل حاجة. أول مرة أشوف حالة إنك تضغط على إصبعها ترجع والجن يمس 10 مرات في 5 دقايق، فتروح ضغط على إصبعها يروح راجع تاني، أول مرة أشوفها. ما علينا. طيب، دكتور قاعد بيدور حوار غريب وقاعد يسأل أسئلة غريبة، فالبنت تبقى طبيعية وبعدين تتأسد وبعدين تسحب وبعدين تعمل الصليب في بيت مسلم، خدوا بالكم، وبعدين تظهر زميلتي ريهام سعيد. الكونكلوجن او المجمل الكلام
اللي بتطلع بيه ريهام ان انا ده اهو عشان اللي بيتهموها بانها بتروج للدجل جبت لكم طبيب نفسي وما عالجهمش، ما معناه؟ وانا كنت عايز اسالها واسال الطبيب، هو في علاج حاله لو عندهم صرع، لو عندهم هستيريا زي ما هو بيقول، هل يمكن تشخيص بهذه الحاله؟ هل يمكن اتخاذ قرار ان انفع اعالجهم او ما اعالجهمش وانا واقف؟ طب لو عندهم صرع، هي الحاجات دي مش بتعمل رسم مخ وموجات وحاجات كتير جدا علشان اقدر اخد قرار واحدد المريض اللي قدامي ده مريض بايه؟ فيصبح الدكتور بيتكلم عن هستيريا او اشياء لا يراها وتنتهي رهام الى انه مش هيقدر يعالج، وتقول طيب انا هجيب شيخ. طيب كان سؤالي لزميلتي العزيزه رهام، هما قالوا لي جبنا 30 شيخ، لو جبت شيخ وقال كلمتين والبنات ارتاحوا وضحكوا واطلع يا جن وراح حرق ورقه واطلع من صباعها لا اطلع من رجلها ويقول له هطلع من عينها والحاجات اللي احنا شفناها، بقوا كويسين قدامنا على الشاشه، ايه النتيجه؟ انا كمشاهد ها سيبكم الطب ووجع القلب وصدقوا في الشيوخ الدجالين؟ يعني هل نذهب الى هذا الاتجاه ولا الطب النفسي عاجز امام حالات؟ عاجز امام حالات، العلم عاجز امام حالات. طيب انا عايز ايه؟ احنا كاعلام عايز ايه؟ رهام اللي بتعملي حاجات كتيره طول الوقت مهمه قوي وبتساعدي في تنميه هذا المجتمع بالفعل وليكي مواقفك المحترمه جدا، عايزه ايه من الحلقه دي؟ الحلقه دي في هذا الزمن في هذه المرحله، انا قدامي حلقتين، الحلقه دي وحلقه زميلتي العزيزه منى عراقي اللي فيها مجهود كبير جدا وتحقيق تلفزيوني استقصائي مهم، وان كان مش استقصائي قوي ناقصه معلومات كتير، لكن في مجموعه بترتكب جريمه الشذوذ، مجتمع متفسخ، هل اولويات هذا المجتمع الان هي الشذوذ والجن؟ في مجتمع مش لاقي ياكل، في مجتمع لا يعمل، في مجتمع فيه 13 14 مليون عاطل، في مجتمع تنتشر فيه الامراض، هل ده دورنا؟ لا مش مختلف، موضوع صحفي جذاب جدا يحقق مشاهده رهيبه، جهد جبار من الزملاء انهم وصلوا الى هذه الحالات، لكن النتيجه انا هوصل لايه؟ لا يمكن في عصر العلم اتكلم عن الخرافه، وهؤلاء واذا كان فيهم مس واذا كان فيهم فهذا له علماءه، وعلماءه مش على الملأ، وزي ما قال الشيخ الشعراوي عليه الله يرحمه ان انت مالك، هذا امر يخص المبتلى به، فعمليه الشيوع هنا الاظهار، ثانيا حق هؤلاء في المجتمع، ظهور البنات بهذا الشكل وصورهم، لو كانوا مرضى وهيتعالجوا هيعيشوا في المجتمع ازاي؟ هيتجوزوا ازاي؟ هيتعاملوا اهل القريه وجيرانهم واللي فيهم بيشتغل واللي فيهم بيتعلم، هيتعامل ازاي؟ المجتمع هيقبلهم ازاي؟ اليس في هذا انتهاك لخصوصياتهم ولحياتهم؟ حق الانسان حتى المثليين الذين صوروا لم يصوروا باذنهم ولسنا جهه قضائيه علشان نقوم بذلك. واذا كان عندي معلومه عن مكان ممكن ابلغ عنه. ده الامن يقوم بيه. ان انا اقدمه في وقت ما بعد الإخوان علشان تعرفوا هذا المجتمع، مجتمع مليء بالخرافات وبإيه؟ وبالشواذ. كام عندنا شواذ؟ 100 200 1000 2000 10 20000 ولا يمثلوا حاجة. اللي عندهم فيروس سي ملايين، اللي عندهم سكر ملايين، اللي عندهم إعاقة ملايين، البلد كلها ملايين ملايين ملايين، دول اللي محتاجين تركيز الآن أو صرخة الآن. كل ما أخشى أن نكون نحن وأنا أولكم رغبة في بعد نجاح دائم، رهام سعيد محقق نجاح ومنى زميلتي العزيزة لسه بادئة برنامج وناجحة جدا، أن للحفاظ على النجاح والاستمرار الأكثر والهروب من الواقع السياسي المرير بناخد الناس لمنطقة تانية، بس أنا وقد أكون مخطئا أرى أن هذا خطر على المجتمع وخطر علينا. زميلتي ريهام سعيد بتقول انها هتعمل جزء تاني وهتاخد شيخ. انا بارجو من ريهام بحق الزماله ان تراجع نفسها مره اخرى وتسال سؤالا حقيقيا، انا هوصل لايه؟ هقنع الناس بايه؟ بان الطب النفسي فشل؟
بأن الشيخ هو اللي نجح؟ هل عملنا دورات أو خطوات العلاج الطبي الدقيق؟ ما حصلش وما شفناش ولا يجب. هل يمكن ويحق لي النظر على الشاشة مرضى أيا كان حالتهم وخاصة وبنات علشان أقول إن عندهم حالة غريبة والهدف هو علاجهم؟ ما أنت بتعالج كتير ما بنشوفش كتير من اللي أنت بتجيبيهم يا مريم بتعالجيهم. عالج دول بدون ما يظهروا، مش لازم يكونوا على الشاشة. الأثر السلبي لما نراه قد يكون أكبر كثيرا مع ثقة التامة في حسن النوايا. يعني أنا لا أشكك في النوايا، ولكن هذا النوع من البرامج بعيدا عن رد الفعل العنيف اللي موجود على السوشيال ميديا، أنا قعدت مع ناس كتير وبيكلموني في ده، بس بيقولوا لي أنتوا يعني عجبك الإعلام اللي أنتوا فيه، فإحنا مع بعض وإحنا في مركب واحد، وقد يكون من الواجب علي كما هو واجب عليكم إذا أخطأت صوبوني وسأتقبل نقدكم بكل رحابة صدر، لكن ما يحدث فيه خطر ومحتاج إعادة نظر منا وليس من أحد آخر. مش عايزين ندي طلقات لآخرين تساعدهم على القضاء علينا. اللهم بلغت، اللهم فشت. طيب أقول لكم حلقة النهاردة وبعدين أقول لكم قليل من الأخبار. عندي مقدمة سريعة قبل ما أروح للمغرب، عندي رحلة طويلة من المغرب، حلقة ممتدة هتمتد من الآن 3 ساعات، كانت على هامش مهرجان مراكش السينمائي. هذه الحلقة أنا مدين فيها بالشكر أولا لإدارة مهرجان مراكش السينمائي، بشكرهم على التسهيلات اللي قدموها لنا تماما وأتاحوا لنا فرصة التصوير في أماكن مختلفة داخل المغرب. أيضا بشكر السيد السفير أحمد إيهاب جمال الدين سفير مصر اللي كان حريص جدا على التيسير وعلى دعوة الإخوة المغاربة وعلى مساعدتي بكل الأشكال، حرصا على العلاقات التي تأثرت بين مصر والمغرب، وده دورنا. أيضا بشكر الأستاذ كامل أبو علي اللي ساعدنا واستضافنا في لقاء الفنانين وساعدنا بنجوم فيلم الفيل الأزرق. أيضا بشكر زميلي الصحفي بالأهرام الأستاذ سعد سلطان اللي ساعدني كتير جدا هناك. أما التي تستحق كل الشكر فهي زميلتي أصغر الأعضاء في فريق البرنامج عبيدة أمير عبد المجيد، بروديوسر البرنامج اللي فضلت معايا في المغرب ما كانتش بتنام دقيقة على مدى 48 ساعة، ورجعت من المغرب على الاستوديو. عايز أقول لكم من يوم ما رجعت تقريبا ما بتنامش عشان تقدر تمنتج مثلا عدد كبير من الساعات في ساعتين ونص، وتختار الماتيريال المناسب وتعمل تقارير، يعني مش عارف أقول لها إيه، بس دي نموذج للشباب اللي عايز ينجح ما بتنامش وحابة شغلها جدا، فلها مني كل تحية وتقدير. في المغرب من مهرجان مراكش السينمائي، من تكريم النجم الكبير عادل إمام والاحتفاء الكبير به، إلى الفنانة الجميلة يسرى، إلى كريم عبد العزيز، إلى خالد الصاوي، إلى كل نجوم العالم اللي كانوا موجودين في هذا المهرجان الكبير، إلى ساحة الفنا، ساحة الفنون أو جامع الفنا، جامع الفنون اللي فيه كل الفنون المغاربية، إلى شي علي. وشي علي هو مكان للأكل ولكنه مكان للثقافة، عندما تمتلئ البطون تمتلئ العقول أيضا بمتعة بصرية هتشوفوها قد إيه هي ممتعة. ثم إلى لقاء يجمع ما بين 15 شخصية ما بين المغرب ومصر، فنانين ومثقفين وأساتذة جامعة وقانونيين كانوا موجودين في هذا اللقاء، حوار بيتحول تدريجي ونحن نتحدث عن السينما إلى الحب وإلى التاريخ وإلى العلاقات الممتدة ما بين مصر والمغرب منذ آلاف السنين، تاريخ هنسمعه وهنشوفه متجسد في عراقة الشعب المغربي وحسن استيعابه وتسامحه وتغاضيه عن أخطاء صغيرة تحدث هنا أو هناك، ولكن تبقى العلاقة بيننا أكبر من أي شيء. طيب قبل ما نروح وسلمكم البرنامج النهاردة، في رسائل عدة من تلاميذ بقنا إلى الله. فكرة جميلة عملتها مدرسة اسمها الأستاذة سناء مصطفى، طلاب ابتدائي، قدمت لهم سؤال وقالت لهم يا طلبة اكتبوا ايه الرسالة اللي تحب توجهها لربنا. هوريكوا أطفالنا بيفكروا ازاي. طالب بيقول لربنا يا رب نفسي السماء تمطر بيتزا، وأتمنى أن يحشر مدرسي الماس مع قوم ثمود
وأن يحشر مدرسي الدراسات مع قوم عاد وأن أتزوج من ألمانية ونفسي أكل جعان. ما هي واضحة البيتزا فوق والأكل تحت فشيء طبيعي أن يبقى نفسه يأكل. بس شوفوا الأحلام الصغيرة وشوفوا كراهيته لمدرس الماث والدراسات. ده معناه أن في مشكلة في التدريس وأن في قسوة وأن ما فيش تواصل مع الطلب. طالب تاني بيقول وأجازة كل يوم والمدرسة يوم الخميس بس واتجوز من فرنسا وألمانيا وليبيا. هتتجوز ثلاثة. وطالب بتلقائية قال يا رب انتقم من كل اللي عايز يأذي مصر واحمي شعب مصر، يا رب انتقم من كل اللي عايز ياخد حصص الألعاب. بيلغي لهم حصص الألعاب وبيقولوا ما فيش حصص ألعاب. شوفوا إحساس الأطفال إيه. طالب جميل برضو بيقول يا رب اعطي المستر متولي كل خير واعطيه كرة ممضية من كريستيانو رونالدو. واضح انه بيحب الكرة مستر عطية دي مستر متولي. والميس سناء يديها موبايل سامسونج جالاكسي نوت 4 محدد كمان. طالب تاني بيطلب ايه من ربنا؟ قال له الجنة واشفي ابي وارزقني بفرصة عمل في السعودية او دبي او الكويت او المانيا امين يا رب. الواد ده شاطر قوي ولا همزة غلط، كل همزاته صحيحة. طالب تاني بيقول اللهم لما خلقت المخلوقات الضارة ولما خلقت المستحيل، اللهم اجعلني من المتفوقين في الدراسة ومجتهدا في العمل، اللهم اجعل خطي جيدا، اللهم اجعل قلب كل إنسان صفحة بيضاء. تجربة حلوة قوي قوي. عايز أن أقول لكم بسرعة تجربة حصلت زيها بالضبط في هولندا من كذا سنة. بس عملوا مع الطلبة إيه؟ عملوا لهم كتاب وقالوا لهم ليس كل الأحلام قصائد. في 75 قصيدة الأطفال تقريبا كانوا في نفس السن اتجمعوا في كتاب تحت رعاية اليونسكو. الكتاب كان عليه صور الأطفال في نفس الأطفال اللي كاتبين الكلام ده. قصيدة منهم لطالب في الصف السادس الهولندي كان اسمها وردة، دي خدت الجائزة الرئيسية. بتقول لو كنت وردة لو قطفت لو وضعت في مزهرية حين ذاك سأشعر بالماء من حولي، سأشعر بدوخة، سأشعر بأني موشك على الموت. شوف الطفل حاجة. الأطفال بتوعنا ممكن يبقوا مبدعين. المدرسة المبدعة دي يجب أنها تتكرم. المدرسة دي لها ديوان اسمه لا يعرفه الشتاء عن يونيو. ليه ما نجمعش تجارب الأطفال دي؟ ليه ما نسمعش أحلام أطفالنا ونطرح أسئلتنا طول الوقت عليهم علشان نفهم هم عايزين إيه؟ أطفالنا احنا بنستهتر بيهم، ما بنقول دول عيال مش فاهمين حاجة، في حين ان احنا لو سمعناهم ممكن يكونوا هم اللي فاهمين وهم اللي لديهم القدرة الحقيقية على تغيير هذا المجتمع. اوعوا تستهينوا بأطفالنا، أطفالنا هم المستقبل اللي بجد اللي يستحقوا ان احنا نسمع أصواته. الرئيس عبد الفتاح السيسي بكرة جماعة هيكرم 24 من علماء مصر وأساتذة الجامعات اللي فازوا بجوائز النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية. معقولة؟ قدرتوا توصلوا لها؟ طيب الأستاذة سناء معانا؟ أستاذة سناء هات خير رمضان. أستاذة سناء أيوة السلام عليكم. سلام ورحمة الله، إزاي؟ خير إزاي؟ الله يخليك في خير. إزاي حضرتك؟ إيه الجمال اللي أنت عاملاه ده؟ عايزين نحييكي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك، متشكرة جدا. ممكن تقولي لي انطباعك عن التجربة بعد ما طلبتي هذه الرسالة إلى الله من تلاميذك المحبين؟ والله التجربة كانت جميلة جدا، أنا بالنسبة لي أثرتني جدا وكنت محتاج أعرف هم هيكتبوا إيه أو هيقولوا إيه. بس ففعلا كتبوا كلام جميل جدا، والكلام اللي كتبوه دوت انا قررت ان انا لازم اعالج جزئيه يعني النقاط اللي فيها ضعف عندهم، زي مثلا اللي عايز يهاجر. في حد كتب قال لك انا مش عايز اقول انا هكتب ايه؟ في واحد فيهم قال لي مش هكتب، انا لو كتبت هكتب مصايب يعني. فرفض انه يكتب، لكن الباقيين كلهم كتبوا، ومعظمهم لقيت الاولاد كلهم عايزين يهاجروا. الاولاد عايزين يهاجروا. عايزين يهاجروا. ما انا شايف اللي عايز يتجوز المانيه، اللي عايز يتجوز فرنسيه علشان يهاجر. عشان البنات طبعا اللي بتدعي لمامتها بتدعي عايزين الجنه، عايزين يقربوا من ربنا كده، لكن
حاولت متضايقين مثلا من حصه الالعاب. انت عارف حضرتك كم الانشطه عندنا في المدارس بيبقى قليل ومناهج فعلا تقيله يعني. صحيح. هل حاولت تفهمي منهم هم عايزين يهاجروا ليه؟ اه طبعا فرص الشغل هنا قليله، مفيش بالنسبه لهم يعني، مش هم بالنسبه لهم شايفين ان مفيش فرص حقيقيه للعمل او مفيش مجال ان هم يبدعوا. يعني اطفال في انا يوصلهم هذا القدر من الاحباط في هذا السن؟ دول 11 سنه و12 سنه. ايوه طبعا، ما هي ظروف البيئه حضرتك حواليهم ايه، اللي شايفينه حواليهم ايه، الاعلام معلش اسمح لي حضرتك اتفضلي، بيوصل لهم ايه الاعلام غير كلها حاجات محبطه. يعني شايفين مثلا الطالب اللي هو متفوق مش لا ده ما بيلاقيش فرصته في البلد، ده لازم يطلع بره ويروح جامعات في امريكا مش عارف ايه عشان يلاقي فرصه عشان يشتغل. الدكتور احمد جميل اللي وصل له ايه صراعات على جامعه النيل، ما بين جامعه النيل وما بين جامعه زويل. يعني البلد لا تحتضن المبدعين فيها ولا تحتضن ابنائها المبدعين. استاذه سناء، لو وجهت لك الدعوه انت وعدد من هؤلاء الطلاب اللي تختاريهم، اه طبعا يا ريت تشرفينا علشان صوتهم يوصل والناس تسمعهم. يا ريت طبعا طبعا. طيب انتوا مدعوين ان انتوا تكونوا معانا يوم الاربعاء الجاي. الاربعاء الجاي طب ان شاء الله باذن الله. وتقولوا لنا عايزين احنا يعني هتيجوا بالقطر، احنا نقوم بنعمل كل الاجراءات، الزملاء هيتابعوا مع حضرتك دلوقتي، وتشرفينا وتختاري الطلبه اللي عايزاهم يتكلموا، عايزين نسمعهم. تمام يا ريت ده حضرتك بتديني فرصه، انا فعلا هم بيتمنوها اكتر مني اصلا. وعايزين الديوان بتاعك معاكي. حاضر عيوني طبعا. ده شرف ليا حضرتك. تسلم عينيكي، ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذ خيري، متشكره جدا. انا اللي بشكرك على اهتمامك. انا متشكره جدا لاهتمامك والله. انا اللي بشكرك وفي انتظارك. الله يخليك ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا جماعه عشان المواعيد وكده. باذن الله. انا بشكرك جدا. متشكره جدا يا فندم. عملنا الحلقه على الهواء. خلاص يا شباب، ريحتكم في حلقه الاربع، محدش يتكلم معايا بقى، اي خدمه اتصرف في الخميس والجمعه. احنا عندنا الخميس الجاي صالون الدكتور جابر عصفور ان شاء الله. طيب بصوا، كفايه اخبار، خلونا نطلع واسيبكم مع المغرب. استمتعوا بالمغرب، هي رحله الى البهجه، وبحثا عن البهجه التي نفتقدها في مصر، وبحثا عن الامل اللي احنا سدينا نفس العيال الصغيره عن البلد. العيال عايزين يهاجروا، عيل في ابتدائي عايز يهاجر بدل ما يقول العب في الاهلي او الزمالك، عايز يهاجر. ده مساله قاسيه جدا. البهجه هي الوحيده القادره على التغيير، والبهجه محتاجه عناصر من العمل والتفاؤل والانجاز، حاجات كتير قوي لازم نعملها مع بعض. يلا نروح مراكش. الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يزور المصابين خلال التصدي للبؤر الإرهابية في سيناء. رئيس البوسنة الجديد ملادان إيفانيتش يؤكد مساندة بلاده الكاملة لمصر في حربها ضد الإرهاب. نصف السياح البولنديين يقضون إجازات عيد الميلاد في مصر. انخفاض أسعار السيارات 10% بدءا من يناير المقبل مع تخفيض الجمارك. سجن بريطانية ل5 سنوات بتهمة الترويج للإرهاب. بريطانيا ترحب بموافقة الاتحاد الأوروبي على اقتراح حظر تصدير وقود الطائرات للنظام السوري. طائرات أمريكا والحلفاء تشن 27 غارة على أهداف لداعش في سوريا والعراق. البرلمان البرتغالي يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين. لجان المقاومة بالضفة الغربية تدعو إلى يوم غضب بلا عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجا على مصرع الوزير أبو عين.
شعب المغرب شعب فنان بكل ما في الكلمة دي من معاني. لأن البهجة غابت في بلادنا في مصر، جئت إلى هنا، جئت إلى تاني أقدم عاصمة في المغرب، إلى مراكش التي كانت في القرن الحادي عشر ثاني أكبر عاصمة في المغرب. جئت مراكش علشان أقول لنا إن البهجة ممكنة، وإن إحنا لازم نصنع السعادة، وإن الحياة لما بتقفل أبوابها البشر بس هم القادرين على فتح هذه الأبواب. في رحلة داخل مراكش، ربما كان العنوان مهرجان سينما، مهرجان عالمي للسينما، لكن لأن السينما هي أم الفنون، ولأن هنا في المغرب مصر حاضرة بكثافة، سواء بنجومها أو بتاريخها السينمائي أو الغنائي، كل مكان ستسمع حكاية عن مصر. من مراكش ومن جامع الفنا تحديدا، وجامع الفنا ليس مسجدا ولكنه جامع لكل الفنون. تلك المنطقة منذ القرن السادس عشر هنا كل أشكال الفنون المغاربية، هنا الغناء، الرقص، البيع، السحر، كل شيء. في المغرب توجد مشاكل عديدة ولكنهم اختاروا السعادة. هيا بنا تشاركونا سعادة مختلفة في المغرب لعلها تذكرنا أو تعيدنا إلى السعادة التي كنا نعيشها ونتمناها. نبدأ الرحلة. مرحبا. مرحبا، ازيك؟ احنا سي بي سي من مصر. احنا قناة سي بي سي من مصر. ايه، وجايين نشارككم انتوا ايه الموسيقى دي؟ دي موسيقى منطقة ايه في المغرب؟ دي الموسيقى دي امازيغية. امازيغية. انتوا موجودين هنا كل يوم؟ كل يوم دائما بتقدموا نفس ال نفس الموسيقى. انتوا متخصصين في الموسيقى الامازيغية. ايه جمهوركم ده كله بقى بيحب الامازيغي؟ ايه، كله امازيغي والشعبي. والشعبي بيشاركوكوا الرقص. انتوا خارجين جامعات دارسين ولا هواية بس؟ خارجين، لا اي هواية، تنجيو الجامعة فينا ولكن تنديرو احنا واحدة البرج مع الجمعية وذاك شو تنخدموه نفس حال الجامعة فينا. انتوا حق الجمعية؟ وي. وانتوا بتمثلوا الجمعية هنا يعني الدخل بيروح للجمعية؟ ايه.
انتوا كام واحد؟ الدخل ما بيروحش الجمعيه. طب قرب قرب، تعالى تعال تعال. دخلي ده، الدخلي ده بتاعنا، بتاعنا كلنا. بتاعنا ده. انتوا فرقه مع بعض؟ فرقه مع بعض. بتشتغلوا بقى لكم كام سنه؟ نشتغلوا شحال تقريبا؟ سبع سنوات. بتعزفوا هنا بس ولا في اماكن اخرى؟ هنا والاعراس والحفلات والوطيلات. امازيغي وشعبي؟ امازيغي وشعبي. ودايما هنا الحركه كده، في زحمه، في حياه هنا طول الوقت. ديما ناس جديده تجينا، ناس جديده. لو حبيت تقول للمشاهدين اللي بيشوفوكوا في العالم العربي كله ان ساحه الفنا دي ايه، جامع الفنا تعالوه علشان هو ايه؟ ساحه جامع الفنا عالم ديال البهجه، التراث، البهجه. أيوة. وعالم التراث. أيوة. هذه مدينه البهجه، نشكل بهجه وسرور الزبناء، الناس اللي كيجيو. الناس انتوا عايزين الناس تكون مبسوطه. نعم. انتوا بتكونوا مبسوطين؟ نعم بخير. احنا مبسوطين علشان الناس تبقى مبسوطه. ربنا يبسطكم دايما. الله يخليك. يلا اتفضل. قول لي التعابين دي ايه؟ دي تعابين في الصحراء. هذا دي تعابين صحراء؟ صحراء. انت دي فيها سم؟ فيها سم والله، فيها سم. هذه ليها هز فيها سم. طب ليش مش خايف الناس؟ والله ما نخافوا منهم. طب ممكن تأذي اي حد؟ احنا اي حد نصوروه ما يزعلش منا. اي واحد يجي يصور عندنا يصور بحاله مصور مع اخوه مع باه مع امه، مرحبا بيه. كل التعابين دي صحراوي؟ هادو صحراء، هادو قلميم. هادو ده ايه اللي رفيع اللي انا ماسكه ده، سم ولا مش سم؟ ده ماشي سم. هذا ده مش سم. ابوه سم ماشي، لكن ده سم. هذا سم مش عايزه، خليه بعيد. مرحبا. هات الكبير اللي هناك ده، هذيك اللي بتفتح لفعادك ده سم. لا كلمني بالراحه، هذه سامه؟ سامه صعبة يعني. هذه صعبة. هذه صعبة، هذه صعبة. وهذا صعب، هذا ماشي صعب. هذه صعبة. طويل. شوفوا ملح. وزي طمكته. واو. ايوه. امسكوا ولا؟ لا لا لا. ده سم هذا. ده سم. هذا الكوبرا هذا مسموم اخو. كوبرا. عيسى واو ماتوا. طب انت بتدربه يعني هو؟ لا لا ما كنت تدرب. هذا الكوبرا هذا سام، ديما سام شتيه. هذا ديما يقرص. ما يقرص؟ يقرص. هذا ديما سام. طب ليه انت مش خايف منه؟ لا لا احنا شرفة، احنا حاكمينه. انت حاكمينه؟ احنا شرفة ولاد الشيخ سيدي بن عيسى. ده بتاخد عليه عهد؟ ما تمسكه. لا مش همسكه. ده بتاخد عليه عهد؟ لا ماشي العهد، احنا شرفة، احنا من جد الجد. من جد الجد؟ جدودنا عيسى واو، احنا عيسى واو، احنا ولاد الشيخ. شكتي صوت تقول اتساع، اتساع وياك الفضول. استنى استنى، ماليش دعوة بيك. شوف فيك؟ لا بيبص هناك. هو بيبص هنا. ايوه. احنا حاكمينهم، احنا ولاد الشيخ سيدي بن عيسى. في تعابين تاني هنا؟ لا هذا تعبان راه هو في الصندوق. غادي نجيب الاب ديالو، الاب ده ابوه. اوكي. الاب ديالو الكوبرا كبير. زيد واحد شويه اخويا، زيد واحد شويه. هتشوفوا ابو الكوبرا اللي كنا شايفينه دلوقتي. وقف يقف معايا، انا ماسكه. ده ماسكه بس أنا هو بيلف بوشه. انا نخاف اكثر منك انا. ما تخافش. بس ده انا نخاف عليك اكثر. ايه الغيار؟ انا ما بيناش شمطة الشريف. اهدى. ده الكوبرا ده عمره قد ايه؟ كم عمره؟ لا احنا ما دايرينش ليه الحاله المدنيه. احنا ما عرفناش شحال في عمره.
شي دابا هذا انا عندي دابا عامين عندي. لا عامين بالراحه شويه باللهجه هذا بالراحه. الا كان قد هذا في الصحراء يكون عنده 50 سنه. 50 سنه هو تعيش بزاف. هو التعبان بيعيش كثير والكبرى كمان. الكبرى والباز تعيشوا بزاف. انتوا بتاكلوهم بقى وعاملينهم يعني لكم بيت؟ لا لا ده تنعطيو القلب البقري في الغابه في الصحراء تيلاكلوا الفار وتيلاكل الحنش كبير يلاكل الصغير وشرب الميه من الواد. حنا تنعطيو الميه من السطل ونعطيو القلب البقري. تنشريو القلب بقري فيه كيلو تيلاكل ديال البقر تيلاكلوا خمسه ديال الكبرى تيلاكلوا كيلو. تعالى يا عبد الاله ترجم لي. خمس يعني اسمع اسمع ياكل قلب البقر البقر بتاع العقل خمسة ده اللي بيوكلوه. خمسة بحال هذا ياكلوا كيلو 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 خمسة ديال الكبرات تياكلوا كيلو واحد. الخمسة كبرى عندك ياكلوا كيلو كيلو عندي دابا 20 كبرى كل خمسة تياكلوا كيلو. تجيب لهم 5 كيلو من السيمانة للسيمانة. هو تياكل كل اسبوع بياكلوا 5 كيلو كل اسبوع كل اسبوع. وهادو جوج تيلاكلو كيلو والاثنين ياكلوا الافعى. هذوك اثنين تيلاكلو كيلو دي افعى. هذيك الافعى هذيك الافعى هذيك سامة. شكرا الله. انا بشكرك الله يطول في العمر. ما كاين مشكل. خدي كده استنى بس ازاي. طلعت 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 بجيب بتطبل من كام سنة؟ ما 60 عام ولا شحال. 60 عام؟ ايوه. متجوز كم واحدة؟ ايوه من كم زوجة؟ ايوه بعدك. كم شحال من امرأة عندك؟ عندي وحدة. وحدة؟ وحدة. وحدة. عندك أحفاد؟ كيف واش عندك أولاد؟ كاين دراري. كاين كم؟ كم شحال عندك أولاد؟ أربعة. 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 وأنت بتطبل على الطبلة دي بس؟ ديما. كيف واش هي هذه خدمتك؟ هي الخدمة هي هذه. هذه هي الخدمة ديالو. 60 عام هذه. 60 عام. دين 60 عام؟ وانا في هذه الحرفة. امين امين.
60 عام اللي فات الحرفان ان شاء الله ما شاء الله. لاننا نبحث عن البهجه والبهجه دائما لها اعداء. في ناس كتير بتكره البهجه وتحب تسرق سعاده الشعوب. من سنتين في ناس حاولوا يسرقوا بهجه جامع الفنا، جامع الفن كله، جاء مكان الناس بتتبسط فيه، السياح بيجوا هنا، الناس دي بتسترزق وفاتحه بيوت كتير قوي، لكن في حد اختار انه يسرق هذه الفرحه. ارجانا الكافيه اللي ورايا ده كافيه شهير هنا في المنطقه، من سنتين جه ارهابيين فجروه، مات ما يقرب من 7 تقريبا واصيب عدد كبير. الارهاب اختفى لكن الناس اصرت انها تعيش. المكان بيرجع تاني بيتوضب وهيرجع تاني وهترجع الناس تقعد فيه. الاصرار على الحياه دايما اقوى من الارهاب، والارهاب دايما بيكره السعاده. باسم الدين ودين كاذب مش الدين الحقيقي بيكلمونا عن سعاده اخرى، عايزيننا نموت في الدنيا وبيوعدونا بالجنه في الاخره، بس ده مش ديننا. ديننا مع سعاده الدنيا سعاده في الاخره. يلا بينا نكمل رحلتنا. في ساحة الفنا كان مهرجان مراكش الدولي حريص جدا انه يعمل مسرح كبير هنا يجي يقف عليه كبار الفنانين، خاصة اللي اتكرموا في المهرجان. فناننا الكبير عادل امام كان واقف هنا وفي عشرات الالاف كانت محتشدة بتنتظره، بيعرضوا افلام هنا بالليل، بتبقى الحياة هنا مختلفة تماما. معايا واحد من اكبر شركات الصوت والاضاءة في الشرق الاوسط، كلمي احمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ، اهلا بيك في ساحه الفنا. انت عامل هذا المسرح هذا العام؟ نعم يا استاذ، انا اسمي احمد كلمي. نعم. مغربي الجنسيه، سن حوالي 60 سنه، متزوج وعندي اولاد. نعم. المهم يعني نعرف المهمه بتاعي، يعني نحن بمدينه مراكش، يعني مدينه مراكش معروفه يعني من اكبر المدن السياحيه في العالم. صحيح. وبالخصوص نحن في ساحه جامع الفنا، يعني ساحه جامع الفنون. كنقوموا يعني بكل ما يتعلق من تقنيات الصوت والاضاءه في هذه الساحه كل سنه. وبما اننا في اطار التظاهره الكبيره اللي عندنا من اكبر التظاهرات في المغرب، الا وهو المهرجان الدولي للفيلم بمدينه مراكش. نعم. اللي هو دابا ولا يعني معروف عالميا، وكيحضروا ليه سينمائيين كبار ومخرجين كذلك كبار. الحمد لله، يعني شرف لنا كبير اللي كنشتغلوا في هذا المهرجان كتقنيين في الصوت والإضاءة. تقنيين صوت، انت بتعمل صوت لأفلام المغربية، بتعمل صوت لكل الحفلات، غنى معاك مطربين. عاوز اقول لكم ان احمد كلمي كان مهندس الصوت في حفلات كبيرة لكل الفنانين في العالم، شاكيرا، عمرو دياب، نانسي عجرم، كل الاسماء اللي ممكن تتخيلوها، حتى عبد الحليم حافظ اشتغل معاه مساعد. لا، كان مساعد تقني في هذاك الوقت لما جه غنى في المغرب. لا في المغرب. نعم. احنا ماشي كنعملوا على هذا المهرجان اللي هو من اكبر المهرجانات في المغرب. احنا يعني عندنا 2 مهرجانات يختلفوا يعني في بتاعهم، يعني مهرجان السينما اللي هو مهرجان مراكش، وكاين مهرجان موازين. موازين هذاك هو المهرجان الفني اللي كيجيو ليه عاوتاني فنانين كبار اللي يحتاج الصوت، كيحتاج يعني صوت واضاءه يعني متطوره طبعا جدا. طبعا. لا هو الحمد لله اللي تحتنا هذو كلهم استاذ يعني اشتغلنا فيهم منذ البدايه بتاعهم. انت ممكن مسرح زي ده تعده فاللي يتكلم هنا كل الناس دي تسمع كلهم؟ معلوم، يعني هنا كتكون 15 20 الف بالليل يعني هنا. وهنا في هذه الساحه ما درناش على السينما، درنا حتى تظاهرات فنيه. نعم. الفنانين عرب اللي حضروا التظاهرات اللي كانت الساحه مليانه، اللي كانت فيها 100 الف يعني يعني متفرج. نعم. والحمد لله يعني احنا كنجتهدوا في هذا الميدان، وكان عندنا حب في هذا الميدان من الاول ديالنا، لان بدينا من 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 الصفر، والحمد لله احنا غادروا كنجتهدوا. بقيتوا حاجه كبيره. حتى وصلنا الحمد لله. قول لي بقى كلمي يعني ايه؟ كلمي هذا يعني الاسم العائلي. ايوه. هو كلمي نهار يعني فكرت الدولة بتاعنا باش تخرج الحالة المدنية يعني بتاع كل عائلة. كلمي يعني ما كيحكي لي الوالد ديالي الله يرحمه. الله يرحمه.
كان جدي والاب تاعي كانوا كثيرين الكلام كلمي تكلم ملي مشاو الحاله المدنيه مشاو الاصدقاء بتاعو كل واحد وكيعطي اسم عائلي. الاب تاعي كانوا قالوا لي كانوا كيسموه كلامي، قال لهم ديروا الاسم العائلي كلامي. الاب تاعي قال لهم لا كلامي طويله ديروا كلمي، هي هذا الاسم العائلي بتاعي كلمي. والشركه باسم على مسمى سميت شركه كلمي للصوت والاضاءه وكل ما يتعلق بالمهرجانات والحفلات. عرفتوا كلمي؟ خلصنا الكلام. يلا بشكرك جدا. يلا خلينا نكمل رحلتنا. هائلة بالنسبة للوجهتين أنه يطوروا السياحة البينية. نعم. أنا أظن وأتصور أنه يمكن أكثر من 100,000 مغربي يروحوا لمصر، خصوصا أنهم بيحبوا مصر، ثقافة مصر يعني بيعرفوها، هم يهضموا كل الكتاب ويحفظوا كل الأغاني المصرية ويعرفوا تاريخ مصر الحديث. نعم. والقديم إلى غير ذلك. إذن سيجدوا أنفسهم هناك، يعني لأن بيئة يعرفوها بشكل كبير جدا، يتوسط فيها التلفزيون والسينما والكتب، ولكن كذلك بيحبوها كثير يعني. وأظن أن كذلك حتى المصريين لهم اهتمام كبير جدا بالمغرب، وهناك خطوط طيران وإمكانيات. إذا أنا أظن أنه يمكن نطور السياحة بشكل كبير جدا بين البلدين. أهلاً وسهلاً بحضراتكم. لأن المغرب هي ثالث أكبر دولة في الضيافة والترحاب، لأن المغرب دخلها من السياحة في السنة 8 مليارات دولار، لأن المغرب بتضع خطة لتضاعف هذا المبلغ ويتضاعف عدد السائحين من 10 ملايين في العام إلى 20 مليون، ولأن المغرب تستقبل أكثر من 100 مهرجان ومؤتمر دولي وعالمي في السنة فقط، كان لابد أن نلتقي بوزير السياحة المغربي السيد الدكتور لحسن حداد. دكتور لحسن أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الاسم شوية ما بين الأحسن والحسن وحسن، هو الحسن يعني موجود كل الحسن في كل الخيارات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جميل أن يبقى وزير السياحة مبتسم. الله يبارك فيك. شكرا. ده بتعكس حالة من الرضا عن السياحة في المغرب. والله هناك رضا، يعني كان تطور مهم جدا في 2012-2013، والآن 2014 إن شاء الله حيكون أحسن مع بعض التعثرات وقعت لنا يعني قبل شهرين أو شهر، يعني لأنه فيه مشاكل موجودة في المنطقة، ولأنه فيه
يعني بعد يعني الامور الخارجيه، ولكن السياحه يعني بخير في المغرب. المشاكل القريبه حضرتك بتكلمني عن ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي في المنطقه، هو ثورات الربيع. ثورات الربيع اثرت شويه يعني في 2011 و2012 على السياحه في المغرب، بس يعني تمكنا انه نستعيد العافيه ونرجع، والان وكنا في تطور مستمر. ولكن هذه السنه يعني الخلط وقع في كثير من الادهان على ما يحصل من داعش ومن امور اخرى، وكذلك إيبولا في إفريقيا، في الشرق الأوسط، فالمغرب من الشرق الأوسط ده بيضعها في هذه الخانة، ويقولوا بأنه ما يقع في دول أخرى يمكن أن يقع في المغرب، ما يقع في إفريقيا يمكن أن يقع في المغرب. وكان يعني وزارة الخارجية الفرنسية كذلك أصدرت بيان بأنه في حظر للسفر لكثير من الدول الآن تراجعت عليه، فكان هذا له تأثير شوية سلبي بالنسبة لشهر أكتوبر. ولكن على العموم يعني السياحة المغربية يعني لها من المناعة ومنها من القوة أن تستعيد عافيتها بسرعة كبيرة جدا. البعض كان بيرى أن المغرب يجب تكون استفادت من ثورات الربيع العربي، الدول المقاصد السياحية في المنطقة كلها ضربت، سوريا مضروبة، تونس مضروبة، لبنان في دائرة الخطر، مصر، الناس هتروح فين؟ والله أنا أظن لم يستفد المغرب من هذا، بالعكس أنه دول مثل تركيا وإسبانيا وكرواتيا واليونان استفادت أكثر. أولا استفادت لأن عندها منتوج مثل المنتوج الموجود في تونس وموجود في مصر، يعني على البحر وشاطئ ومنتجعات إلى غير ذلك. المغرب ليست له مثل هذه الطاقة الكبيرة جدا أنه يستوعب السياح لما مشوا لمصر ومشوا لتونس. ولكن المسألة الأخرى أنا أظن، وهناك كذلك أنه حين وقعت الثورات الربيع العربي، فبالنسبة لكثير من الناس المغرب إلى من المحيط إلى الخليج كله ثورات. نعم. فيعني إذا هم يعني راحوا من مصر ولا راحوا من تونس يمشوا إلى بلد آخر، ما يجوا إلى بلد عربي. ولكن المسألة الثالثة هو أنه أنا أظن أن السياحة ستستعيد عافيتها حين السياحة المصرية والسياحة التونسية واللبنانية تستعيد عافيتها، على المنطقة كلها أنها تسترجع في أذهان السياح أن منطقة آمنة ومنطقة يمكن يعني أنه زيارتها إلى غيره. إذا أظن أننا نعتمد كذلك أنه على السياحة المصرية أن تستعيد عافيتها، التونسيين كذلك أن يستعيدوا عافيتهم، وهذا مهم بالنسبة لنا في المغرب. إذا مصائب قوم ليست ليست فوائد. طيب خلينا نستغل بس جانب الأستاذ الجامعي أو أستاذ العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية في قراءة المشهد في المغرب. كيف نجت المغرب من هذا المد الثوري؟ هل سقوط التجارب الأخرى أو عدم اكتمالها أو عدم نجاحها حتى الآن، أم أن الوضع في المغرب يختلف كثيرا عن دول الربيع العربي؟ هو في الحقيقة أنه المغرب كان قام بإصلاحات مع مجيء الملك محمد السادس، وإصلاحات جريءة على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، أعطت انفتاح أكثر للمغرب وأعطت حريات سياسية وتشارك سياسي إلى غير ذلك، جعل أنه حين أتت رياح الثورة إلى المغرب وجدت بيئة خصبة للنقاش وللحراك الديمقراطي أكثر منه للحراك الثوري. نعم. فلهذا يعني كان المغرب مهيئ أنه يستوعب هذه الأفكار. ولكن المغاربة إيش عملوا؟ يعني أنه بالفعل أنهم تلقنوا درس تونس ودرس مصر إلى غير ذلك، واستعملوا ذكاءهم الجماعي وقالوا يعني هناك رياح أتت، يجب أن نتعامل معها بحنكة وبذكاء، ويجب أن نستوعبها، ويجب أن ندخلها في إطار المنظومة التي لنا. فلهذا كان يعني نوع من قلنا نغير، ولكن نغير ليس في إطار ثورة دموية، ولكن في إطار ثورة سلمية ومتوافق عليها من جميع الأطراف في المغرب، وهذا ما عملناه. إذا أنا أظن هناك عوامل أنه المغاربة استعملوا ذكائهم من أجل استيعاب دروس الربيع العربي، ولكن كذلك كانت البيئة مهيئة لأن المغرب كان في انفتاح كبير جدا يعني، وإصلاحات مهمة سياسية من قبل ما تأتي يعني الرياح الربيع العربي. حضرتك بما أنك عضو في هذه الحكومة، شايف أن تركيبة الحكومة بهذا الشكل تركيبة مناسبة لتلك المرحلة، محققة نتائج، أم أنها مع وجود توقف أو قتل داخل الحكومة ممكن يؤدي إلى نوع من الصراع أو الخلاف؟ هو في الحقيقة أنه هناك توافق على إصلاحات مرحلية، يمكن رغم أنه تواجد كتل سياسية يعني يمكن أن تبدو متنافرة إيديولوجيا، هي توافقت على مرحلة معينة فيها إصلاحات يجب. أول هذه المسألة أنه هناك دستور في 2011 يجب تنزيله، وهذا الدستور متوافق عليه من جميع الشعب المغربي، وهناك كذلك إصلاحات اقتصادية جريئة لازم القيام بها، وهذا كل
يعني متفق بشأنها. إذا أنا أظن أن الحكومة الحالية ليست فيها كثير من الصراعات داخلها. لماذا؟ لأنه هناك توافق حول مرحلة معينة. يمكن تكون في المستقبل حين نستنفذ يعني برنامج المرحلة وبرنامج المرحلة الانتقالية، يمكن تكون يعني بعدم اتفاق أو صراعات، ولكن لحد الآن ليست موجودة. ولكن المسألة الثالثة وربما اللي هي أساسية جدا، أنه المغاربة يعلون دائما مصلحة المغرب كمغرب وك يعني ميزة وكربما يعني خصوصية المغرب على كل الاعتبارات الإيديولوجية. فأظن أن هذا كان كذلك من الميزات الأساسية التي أعطت لهذه الحكومة هذه التجربة اللي لم يكن فيها صراع كبير جدا بين مكوناتها. طيب طالما حضرتك كلمتين عن المغاربة، والمغاربة يعني الشعب المغربي صح، اللي عامل أساسي من الرواج السياحي في المغرب صح، الدولة الكبرى الثالثة في الضيافة والترحاب، هل هذا يكفي كي يحلم وزير السياحة بأن تتضاعف الأعداد أعداد السائحين من 10 مليون وكسر ورقم أقل إلى 20 مليون خلال 5 سنوات؟ هو في الحقيقة هذا مهم، مهم جدا أن يكون عندك شعب يعني في يتميز بالترحاب والكرامة والكرم والضيافة إلى غير ذلك. هذا مهم جدا لأنه كل واحد فيهم هو سفير للسياحة لدى الآخر. ولكن في نفس الوقت أنا أظن أنه لازم نبني بنية تحتية مهمة جدا للسياحة من أجل استقطاب يعني أعداد أكبر، يعني نعم. نصل إلى 16 مليون أو 17 أو 18 في غضون 5 أو 6 أو 7 سنوات. لازم أنه إذن لازم نضاعف المجهود اللي عندنا. عندنا 213 ألف سرير يعني اللي موجود الآن، لازم نصل إلى 400 ألف سرير إذا أردنا أن نستقطب أكبر عدد ممكن من السياح. هذه المسألة الأولى. نعم. وهذه نعمل عليها، يعني في استثمارات مهمة جدا. هل سنصل إلى ذلك في 2020 أو 2021 أو 2022 ليس بالمهم، ولكن أن نكون يعني أنه رايحين على السكة الطريقة على السكة الصحيحة. المسألة الثانية وهو لازم أننا يعني عندنا مراكش هي بوابة المغرب، يعني هي أكبر مدينة جذابة من ناحية السياحية، ولكن هناك كذلك مدن أخرى لها من المميزات والإمكانيات ومناطق لها من المميزات والإمكانيات السياحية لازم نطورها. فاس ومكناس، طنجة وتطوان، الأقاليم الصحراوية الموجودة في الصحراء المغربية على الجبال، ما هو شاطئ لنا 3500 كيلومتر من الحدود الجزائرية إلى الحدود الموريتانية، لازم نطور منتجعات في هذا الإطار. إذا تنويع المنتوج أساسية جدا بالنسبة لنا ولازم نعمل عليها ونحن في إطار العملية. المسألة الثالثة هو أن ننوع أسواقنا. نحن نعتمد بشكل كبير على أوروبا الغربية، أوروبا الغربية 6 دول كبرى، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، اعتماد أكبر من الدول الخليجية، أكثر من دول الخليج رغم، ولكن نحن نريد في الإنفاق دول الخليج ولا في الإنفاق دول الخليج لها يعني إنفاق أكثر، يعني الخليجي بينفق أكثر بكثير من مثل إسبانيا والفرنسي، ولكن نريد أن نصل أكثر، نريد أن نصل إلى المواطن المصري الذي يريد أن يقوم برحلة سياحية أن يجي المغرب. إحنا بنيجي المغرب، أنتوا ما بيقولش إحنا أنا بيجي المغرب. إحنا عايزين تيجوا مصر. وأنا أحب مصر كثير، أنا بجي لها مصر يعني. بتحب المغرب، نتمنى أن نرى الإخوة المغاربة عندنا. فنريد السوق العربية مهمة لنا بالنسبة لنا، وخصوصا الخليج مصر مهمة لنا. نريد كذلك أن نصل إلى السوق الشرقية في روسيا. تعرف أنتم مثلا في مصر لكم باع طويل وتجربة كبيرة جدا مع السوق الروسية، نريد أن نصل إلى نفس الحنكة والتجربة لأن السوق الروسية هي في تطور، ونريد أن نصل إلى أسواق أخرى في البرازيل والصين. إذن هادو يعني بعض الخطوط العريضة للخطة اللي نقوم بها حتى يعني نصل إلى الأعداد اللي قلت فيها يعني بالنسبة للسياحة. هرجع لها تاني، بس المغرب في ترويجها السياحي بتكلم عن أنها دولة الأولياء، وإحنا في مصر عندنا الأولياء وعندنا أولياء مغاربة موجودين في مصر ومقصد سياحي. إذا تبغوا أكثر من صدر لكم أكثر يا ريت. لديكم أهلا وسهلا. كيف يمكن تصور تنسيق وتعاون في الإطار وفي المجال السياحي؟ مصر دولة ترانزيت حتى للمغرب. تعرفي أولا أنا أظن أنه هناك إمكانية هائلة بالنسبة للوجهتين أنه يطوروا السياحة البينية. نعم. أنا أظن وأتصور أنه يمكن أكثر من 100 ألف مغربي يروحوا لمصر، خصوصا أنهم بيحبوا مصر، ثقافة مصر يعني بعرفوها، هم يهضموا كل الكتاب ويحفظوا كل الأغاني المصرية ويعرفوا تاريخ مصر الحديث والقديم إلى غير ذلك. إذن سيجدوا أنفسهم هناك، يعني لأن بيئة يعرفوها بشكل كبير جدا، يتوسط فيها التلفزيون والسينما
ولكن كذلك بيحبوها كثير يعني. واظن ان كذلك حتى المصريين لهم اهتمام كبير جدا بالمغرب وهناك خطوط طيران وامكانيات. اذا انا اظن انه يمكن نطور السياحه بشكل كبير جدا بين البلدين، ولكن كذلك يمكن ان نعمل على الاسواق البعيده، السوق نعم. الصينيه، السوق البرازيليه، السوق الامريكيه، نعمل ما يسمى بالرحلات المشتركه، وهذا لازم يعني انه اصحاب يعني وكاله الاسفار ومروج الرحلات يعملوا بشكل حتى يمكن انه الصيني حين يسافر لا يريد ان يسافر الى بلد واحد، يريد ان يسافر لاكثر من بلد، يمكن تعمل له يعني رحله الى مصر، بيشوف القاهره، بيشوف النيل، بيشوف يعني الجنوب المصري، ويجي الى المغرب بيشوف مراكش، يشوف الدار البيضاء الى غير ذلك، هذا ممكن ويعمل في برنامج واحد، في برنامج واحد وفي باكج واحد، يعني ممكن ان يعمله. فانا اظن امكانيات العمل هائله. هل هناك اي تنسيق مع وزير السياحه المصري؟ والله هو صديقي يعني، وانا واحنا ننسق نلتقي في كثير من استاذ زعزوع، نلتقي في كثير من المؤتمرات الدوليه. هل طرحت عليه هذه الفكره بشكل عملي؟ انا طرحت عليه، هو مهتم فيها كثير، فلازم احنا نلتقي في اطار زياره رسميه اما للمغرب واما لمصر حتى نحدد هذه الامور وندفع، لانه هو ما هو يعني القطاع العام، يعني الوزاره هي اللي تعمل هذا، هذه لازم انه يكون القطاع الخاص مهتم فيها. فاحنا حنيجي ونجيب معنا يعني المروج الرحلات والفاعلين واصحاب الفنادق والشركات السياحيه ويتعاملوا فيما بينهم، بس احنا يعني نسهل لهم الامور وندعو لهم باليسر واليمن والبركات. نعم. تعتمد هنا في المغرب على سياحه التوطين، بتوطنوا الاوروبيين، بتحبوا قوي ان الاوروبيين يدخلوا في بعض المدن المغربيه زي فاس زي مكناس وانهم يسكنوا، يبقى جزء من تطوير التراث العقاري اللي موجود في المغرب. هل في خطه في ملمح؟ استوقفتني المعلومه دي قوي. هي في الحقيقه انا بالنسبه لي احبذ الفكره كثير، وهذه فكره يعني جميله جدا. لمذا؟ اولا لانهم ساهموا، مثلا الفرنسيين والبريطانيين ساهموا كثير في إعادة يعني إعطاء تثمين أكثر مثلا للمدينة القديمة في مراكش، يعني العقار صعد وصار يعني في كثير من الرياضات الصغيرة نسميها رياضات، يعني مدن هذه يعني مباني عتيقة، يعني دور عتيقة وتم يعني إعادة تزيينها وصارت فنادق جميلة وصغيرة جدا. فكاين المئات الموجودة في مراكش وكذلك في فاس وفي تطوير الآن في مكناس وفي طنجة إلى غير ذلك. إذا هذا اهتمام يعني أنه يساعدنا في إعادة تثمين المدن العتيقة الموجودة في المغرب بشكل كبير جدا. ولكن المسألة الثانية، هادو يأتوا ولهم شبكات يعني أصدقائهم والناس اللي يتعاملوا معهم وزبناء وكذلك معرفتهم ببلدانهم، فهم يأتوا بالسياحهم، فإذا هم يساعدون كذلك في جلب كثير من السياح. تعرف أن السياحة الفرنسية تطورت بشكل كبير جدا في مراكش اعتمادا بشكل مهم جدا على هؤلاء الفرنسيين. معنا كنت في الفترة الأخيرة كانت فرنسا تتخذ موقفا يبدو أنه مستفزا خاصة في إطار السياحة وتصنيف المغرب كدولة آمنة. صح، هما صدروا يعني كان متسرع شوية يعني القرار اللي اتخذوه، قالوا انه هذه الدول لازم يكون فيها يعني حظر شديد جدا، بعد ذلك تراجعوا قالوا كل الدول يكون فيها حظر شديد الا المغرب فهو يعني حظر عادي يعني. اقروا ان ثم اقروا انها ثم اقروا يعني امنة الان كل هذا. نعم. بس انا اظن كان في ضرر كثير للسياحه ليس في المغرب ولكن حتى بالنسبه للشركات الفرنسيه المشتغله في السياحه تضررت من هذا، فما تراجعوا عنها. ولكن الان بدات يعني السياحه الفرنسيه في المغرب تستعيد عافيتها، فالان يعني شهر 12 في مراكش هو يعني ملان بالفرنسيين وكذلك من الدول الاخرى الموجودين في مراكش لقضاء يعني عطل وكذلك اعياد نهايه السنه هنا. طبعا دكتور حداد، احنا في مهرجان سينمائي هذه الايام، المغرب بتراهن دائما وبتضع على اجندتها المهرجانات الدوليه والمؤتمرات، ايه الخطه اللي بتضعها حضرتك؟ شايفين دور هذه المؤتمرات والمهرجانات الكبيره كمصدر للسياحه والدخل؟ هو في الحقيقة انه هذه الايفنت يعني هذه الاحداث الكبرى يعني مهرجانات وكذلك يعني حين كان ريادة الاعمال الدولية اللي كانت قبل اسبوعين هنا، كل هذه بتعطيك مسألتين اثنين. المسألة الاولى هذو كلهم سياح يعني يستعملوا الفنادق يستعملوا المطاعم الى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت تعطيك ترويج اقتصادي اضافي بالنسبه لما هو سياحي، اذا لها ميزتين من ناحيه القيمه الاقتصاديه المضافه. المساله اللي احنا نريد ان نشجع كثير من هذه الاحداث وحتى انه نمشي على مستوى دولي ونحاول اننا نكسب ود هذو المنظمين حتى ينظموا في المغرب. ربما التحدي الكبير عندنا وهو اننا
نعمل في مدن أخرى مش في مراكش، لأن الكل يريد أن يأتي إلى مراكش من أجل هذه الأحداث، ولكن لها ميزة. الميزة الأخيرة واللي هي مهمة جدا وهي صورة. أنا يعجبني كثير أنه أفتح تويتر وأفتح فيسبوك وأجد يعني الكلام عن الفيلم، يعني عن مهرجان الفيلم الدولي بمراكش. نعم. وأشوف إنستغرام وأجد يعني صور عن الافتتاح للفيلم، هذا يعطينا صورة على المستوى الدولي. تعرف أنه مهرجان موازين اللي بنعمله في الرباط يجون. نعم. كثير من المغنين، هذا يعني يكون له كوفرج، يعني تغطية إعلامية على المستوى الدولي كبيرة جدا لا يمكن أن نصل إليها. وزارة السياحة لا يمكن أن تصل إلى السويد وإلى نيوزيلندا وإلى يعني جزر فيجي هذه، لنا تستلزم إمكانيات كبيرة. ولكن حين تنظم مهرجان مثل هذا يعطيك يعني تغطية كبيرة جدا إعلامية على المستوى الدولي. عجبني أوي تعبير سياحة الشيوخ في المغرب، وكأنه جد مصطلح جديد. هو ترجمة للإنجليزي من سينيور، يعني سينيور تورز. وهي مهمة لماذا؟ أولا لأنه هذا يعني سيجمنت، يعني صنف من السياحة مهم جدا وهو في تطور كبير جدا، لأنه الشيوخ الآن أو ما نسميه يعني الزمن الثالث أو الذهبي بيسافروا أكثر، ولهم إمكانيات كبيرة جدا، لأنه هادو ناس يعني يشتغلوا طول عمرهم ولهم يعني التقاعد إلى غير ذلك يشتغلوا. وثالثا لأنه هادو يعني أصحاب رأي وهما رواد رأي، فلازم التعامل معهم، ولكن لهم متطلبات كذلك، فهم يبغوا أنه بأثمان أرخص شوية، يبغوا أنه بيكون يعني مواصفات للمنتجعات اللي يستقبلهم فيها. ولكن هذا تطور كبير جدا خصوصا من أوروبا، ونريد كذلك أن يكون هناك، لأنه نعمل مع الحكومات حتى يسمحوا للمتقاعدين، لأن في قوانين بتقول أنه إذا كنت متقاعد لازم تبقى في البلد. نعم. يعني لا ما لازم تسافر إلا شهر أو شهرين. نريد أن نتعاقد مع الحكومات حتى يمكن لهم أنهم يبقوا في المغرب 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر، يهمني جدا كثير هذا. ونحن في إطار تطوير يعني بنية تحتية مناسبة بالنسبة لهؤلاء الشيوخ، يعني سياحة الشيوخ مهمة جدا طبعا. طيب كما بدأنا ابتديت بكرم الضيافة، وملمح من كرم الضيافة ليس فقط هو الوعي الثقافي في التعامل مع السائح لدى المواطن المغربي، ولكن الأكل كمان. الأكل المغربي عنصر من عناصر رسالة للترحاب، وكمان في شبع وأنتخة واستمتاع بالأكل المغربي. هل بتبقى وزارة السياحة شايفة هذا الجزء، وده جزء من المنظومة السياحية الأكل؟ هو رئيس الحكومة يقول لك لو أننا المغاربة طورنا وعطينا يعني تواصل وعملنا يعني براندين للأكل المغربي، كان ممكن أن ننجح يعني بأكثر بأضعاف في السياحة المغربية. تعرف الغنى اللي موجود في المطبخ المغربي لا يضاهي يعني غنى، هو كبير جدا، لأن فيه روافد كثيرة. نعم. روافد أندلسية وعربية وأمازيغية وإفريقية ويهودية، كل هذا انصهرت وعطتنا الأكل المغربي المتنوع بشكل كبير جدا. فهذا يعني على مستوى السياحة مهم جدا، وكثير من السياح يأتوا لأنه موجود الأكل المغربي. تعرف ما في فندق في المغرب إلا وفي مطعم مغربي ومطعم يعني يعني الدولية، فالأكل أساسي جدا. تمشي إلى ساحة جمال فنا، الأكل المغربي على موجود يعني على ستريت، يعني في الزقاق موجود هناك في الساحة إلى غيره. إذن الأكل أساسي بالنسبة للمغرب، وأساسي بالنسبة للمغاربة، هم بيحبوا الطبخ والأكل وهذه، ولكن كذلك من رموز كرم الضيافة الموجودة عند المغرب. عندنا في مصر بنقول الطريق إلى قلب الرجل عبر بطنه، يعني عبر بطنه. دلوقتي نقدر نقول الطريق الى قلب المغرب والسائح الى المغرب بطنه ايضا كذلك. ايوه. سيادة الوزير عبد الحسن حداد، سعدت بلقائك جدا، بشكرك وبشكرك على كرم الضيافة. شكرا لك وشكرا على الدعوة الكريمة، وسلامي على شعب مصر. شعب مصر كله بيسلم على حضرتك وعلى الشعب المغربي، وحريصين على التواصل وحريصين على أن يكون هناك ما يجمعنا دائما ولا يفرق إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضرتك جدا. شكرا. بشكركم. ده كان جزء من رحلتنا في المغرب. كان مهم أن احنا نعرف ليه الناس بتحب المغرب، ونقول لكم أن المغرب تتحب، ونيجي كمصريين نزور المغرب بس في إطار اتفاقيات، عشان المغاربة كمان يجوا يزوروا مصر.
تيجي في المغرب لا تستغرب، ممكن تلاقي كل شيء وتجد كل الأشياء بمتناقضاتها الغريبة جدا. في المغرب ما ينفعش تدخل المراكش بدون ما تزور صحراء بلس. صحراء بلس مكان فخيم، مكان بيحسسك انك بره التاريخ. حكاية هذا المكان وحكاية اصحابه تستحق ان تروى. معي الان جواد القادري صاحب هذا المكان الاونر، اهلا وسهلا. مرحبا. وحرمه السيدة الهندية، وتبدو ان القصة وراءها اسطورة. بريتي، مدام بريتي، اهلا وسهلا. والابناء الاعزاء هعرفكم بيهم بعد كده، بس سيد جواد ممكن تحكي لنا حكاية هذا القصر الفخيم؟ هذا الأوتيل بديته هذه 4-6 سنين. نعم. إن شاء الله كان شوية نتكلم عربي. نعم، نتكلم عربي على مغربي حنعرف. ما شاء الله. نعم. مصري. عفوا على هذا. بديت هذا الأوتيل هذه 7 سنين، البني ديالو. اتبنى من 7 سنوات. 7 سنوات. نعم. وعملته مع واحد أرشيتكت وزميلي اللي مات، ستيوارت تشيرتش. نعم، ده امريكي. امريكي ولكن جا المغرب نهار في تزيادات ديالي. كان في زيارتك؟ لا، ملي تزادت. نعم. الستينات هو جا المغرب وكنا اصدقاء وكان تعجبني بزاف الخدمه ديالو وديك الشيء ودينا لوطيل معاه. الفكره بتاع هذا المبنى من اين اتت؟ جايه من المغرب الى مصر، جات من الحضاره الاسلاميه. نعم. شويه من المغرب، شويه من تركيا، شويه من مصر بقبات. التصميم كان لصديقك الامريكي؟ امريكي، ولكن خدمنا جميع في الديزاين ديالو. في الديزاين؟ نعم. كنت معاه في الديزاين؟ في الديزاين وفي البنيه وكل شيء. هل لي علاقه بفكره تاج محل في الهند؟ علاقة بالهندسة الإسلامية من المغرب إلى الهند، المعمار الإسلامي. نعم. سواء كان في مصر أو كان في الهند. في الهند. نعم. طيب ممكن تحكي لي الفكرة بتاع البناء قايمة على إيه؟ في الداخل كم غرفة؟ الأوتيل فيه 160 غرفة. نعم. والسويت، السويت الكبيرة فيها تقريبا 1000 متر. 1000 متر. نعم. مربعة. وكاين خمسة اوتيلات. كاين الداخل في الاوتيل، كاين البرج اللي تنسميه برج الهندسة المغربية. نعم. التقليدية المغربية، واللي بقى الاخر بين المغرب، من المغرب الى الهند. سفر. سفر في الهندلة. نعم. سفر. مدام بريتي، كيف كان دورك في هذا البناء؟ What is your role in this construction? This building, Sahara Palace, is born out of a love of architecture, moving all the way from Morocco across the Orient, from Turkey to Egypt, to even Baroque architecture, all the way to India and even further away to China. It's also a blend of Islamic and Indian architecture, Hindu and Islamic architecture mixed together. So you see, you get a feeling of being at the Taj Mahal, but yet you see the Kasbah architecture of Morocco. متزوجين من كم سنة؟ 11 سنة إن شاء الله في مارس. 11 سنة؟ هذا عنده 10 سنين بالضبط. أربعين. اسمك إيه؟ جاد. 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 القادري. 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 هذا ابنك الكبير. ابني الكبير. نعم. ثم قيس. قيس. نعم. شحال من عام؟ تتكلم عربي؟ 8 سنين. تتكلم عربي ولا هندي؟ جوج. تتكلم هندي كويس؟ تحب تقعد في المغرب اكتر ولا في الهند اكتر؟ جوج برضو؟ الاثنين يعني. اتعرفتوا على بعض فين؟ كانت عندي واحد الحفلة كبيرة عندي في الدار، جات في الدار عمرها ما مشات. كانت فين؟ في المغرب؟ لا، في المغرب، في الدار ديالي كانت عندي حفلة كبيرة وجات تحضر الحفلة وعمرها ما مشات. عمرها ما مشيت؟ عمرها ما مشات. حبيتها من أول نظرة؟ هي حبتني كسر. شي هاوي ميت مي. In his old house, I came there, fell in love with him, fell in love with the architecture, the beauty of nature, the beauty of what he had built, and I stayed. And that's what we have. One, two, three. The three jewels. أنتوا مشغلين أم كلثوم؟ كنت سامع أنساك. أنساك. بتحبوا أم كلثوم؟ كل مسلم، كل عربي يحب أم كلثوم. الحب اللي بينكم مستمر زي الأول ولا تغير؟
والله ما أعرف. He say our love is still between like the first day or it change. I think it changes. Change. When you have children and the children are a fusion of the cultures and the people, it changes into something else. And it should change. What is the difference between Morocco and India? Honest? Yes. I think Indian people are very conservative and intellectual, and they think a lot and they worry a lot. And Moroccan people live more for the moment, they're more fun, they believe in the power of now, of enjoying this moment that we're in as if there's no next life. But the biggest spirituality is to live the now. Yes, but we don't have that. We are waiting to be like Moroccans. بشكركم جدا. شكرا. بشكركم. شيء علي في مراكش اللي يدخلها وما راحش شيء علي كانه ما جاش مراكش، واللي ما اكلش عند شيء علي واكل ورا اكل لحد ما تتنفخ تبقى قد كده وتستمتع وتتفرج على رقص وخيول وكل شويه تتخض من ضرب النار، يبقى انت كده زرت مراكش. خلونا نفهم حكايه شيء علي، هذا المكان اللي بيحظى بشهره عاليه جدا، لكن هو وراه حكايه كفاح وحلم، حكايه طويله. نشوف مع الاستاذ فوزي مدير شيء علي. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا مرحبا. هنتكلم بانهي لهجه بقى علشان انت كنت بتغني من شويه يعني. فهنتكلم فرنساوي ولا هنتكلم مغربي ولا عربي؟ والله اللي انت تحبه. يبقى مصري. يلا توكلنا على الله. توكلنا على الله. منين جه شيء علي؟ منين جت الفكره؟ والله الفكره هي جت عشان كان مهرجاني، هو مهرجاني الفولكلور الشعبي بتاع المغرب بيقام كل سنة. نعم. من هنا جات الفكرة. هي الأساسي بتاع المطعم هي الزوار، السواح. السواح لما بييجوا وما جاوش في لحظة في زمان المهرجان مش هيستمتعوا. من هنا جات الفكرة، ليه ما نعمل مهرجان يومي سنوي للسواح اللي بييجوا هنا المغرب؟ بس انت بتزور لي حتة. انت ابتدت متأخر شوية. ليه؟ هي ابتدت الاول ازاي؟ السيد علي صاحب هذا المشروع لما ابتدى كانت فكرة صغيرة خالص وبيقدم حاجة بسيطة خالص. ما هي دي يعني سنة كام الكلام ده؟ في السبعينات، اواخر السبعينات. اواخر السبعينات ابتدت. اصل انا شايف في قصته ما يستحق ان الناس تعرفه، لان ده حلم واي حد يقدر يحلم بمشروع صغير ويكبر. فانا عايز من بدايه المشروع لما هذا الرجل عزم سواح المان وداقوا اكله وابتدت الفكره تكبر. عزمهم اكله وكانوا كل لحظه بيسالوه الفولكلور المغربي، مش كانوا ييجوا في لحظة الفولكلور المغربي. نعم. وهو مرشد سياحي جاته الفكرة، ليه لا أعمل. هو ابتدى من هنا من نفس المكان. من نفس المكان، ليش ما أعمل مطعم في فولكلور مغربي، ولما ييجوا السياح يفدوا جنبر يا يناير يا فبراير يا غشت يشوفوا فولكلور مغربي. نعم. وهنا ابتدت الفكرة.
هو كانت عنده فكره قدمها للابناك قدمها للناس، مش كانوا مقتنعين. طلب قروض ده كان طبعا، ولا حد كان معاه في الفكره. ابتدى ب جيتون تاني تالت وخيمة صغيرة، خيمتين تلاتة. بعدين جاءوا الأبناك عايزين يمولوا، عايزين يعطوه، بقى الناس كتير السياح كتير بيجوا. جات الفكرة بعدين استنتجوا بأن الفكرة كانت في محلة في محلة من الفكرة. الأساس كان الفولكلور المغربي، لما يجوا سياح عندهم فرصة أنهم مش حيجوا سبيسيال مول في التاريخ ضبطه عشان يشوفوا، يروحوا مكان واحد فيه كل الفولكلور، في كله فولكلور، في الرأس، في الغناء، في الخيل، في الأساطير، وفي في رأس وفي من جميع المغرب، من جميع المغرب، والأكل قدموا كل أنواع المطبخ المغربي. طبعا المغربي المكان دلوقتي تضاعف قد ايه؟ يعني المكان ابتدى صغير قوي وبعدين كبر شوية، في التسعينات كان اقل من ده بكتير واتسعت المسألة. هو الفكرة وعلى مساحة قد ايه؟ هو 30 هكتار، 30 هكتار، مش عارف ازاي. لا هتسألنا على الهكتار دلوقتي اجيبه من الهكتار يعني 30 هكتار. كلها عيموها جاهزة، نقوضه وفولكلور ومطابخ عدد اللي بيشتغلوا في المكان ده قد ايه؟ هما اللي في وقت السواح الى هي 500 ودول المقيمين يعني عايشين هنا، بياكلوا بيشربوا بيناموا. انت عاملين لهم مدينه كامله هنا. مدينه حياتهم طبعا. كامله هنا واسطبل للخيل وكل شيء، كله. انواع السياح اللي بيجوا هنا ايه بقى؟ والله الاغلبيه منين؟ هم الاغلبيه من فرنسا، ايطاليا، اسبانيا. نعم. ولكن العالم كله، في امريكان، في المان، في انجليز، في مصريين. طبعا هم كتير المصريين كمان. هم كتير. العالم 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 كله. ليه سمتوش علي؟ ليه سمتوش علي؟ عند علي. ليه؟ ليه ما سمتوش المكان باسم؟ ليه اخترتوا هذا الاسم؟ انتوا اللي سمتوه ولا هو اتسمى لوحده؟ والله يتسمى، طبعا انت اجبت، يتسمى لوحده عند علي. رايحين هنسهر فين؟ عند علي. عند علي. وين رايح؟ عند علي. وجات الاسم جاء كمان. منين جت فانتازية؟ شي علي فانتازية. فانتازية لما عملنا الفانتازية بتاعت الخيول ده، ضرب النار. ضرب النار. كانت عند علي، والتي الفانتازية عند علي فانتازية. فمشت كده خلاص. فمشت كده. بقت رسمي. بقت رسمي عالمية. أخبار السياحة في المغرب دلوقتي إيه؟ كويسة. يعني إحنا في الشتاء الجو برد دلوقتي، عندكم أعداد وناس؟ طبعا والله كويسة الله يحفظها. مش عايزين تفتحوا فرع في مصر؟ مش عايزين تفتحوا فرع ليكم في مصر؟ نسميه والله لو جات فرصة. ليه لا؟ انتوا مالكوش اي مكان اخر، هي المغرب بس، المغرب ومراكش بس. والمغرب جميعها. هي جاتنا فرصه في الامارات ولكن كانت الامارات، عندنا فرصه في الامارات، في وارد ان انتوا تفتحوا فرع في الامارات، في الامارات العربيه المتحده. عند علي تجد ايه؟ اكمل النقاط التاليه. شي علي تجد تجد التقاليد المغربيه. نعم. التقاليد المغربية كله مغربي، ولا حاجة مستوردة، حتى الشاي مغربي. انتوا ليه بتقدموا الشاي مع الأكل واحنا بناكل ضاني كده وخرفان وبتقدموا الشاي ده؟ بيهضم الشاي المغربي، بيهضم يعني مفيش كوليسترول ولا دهون ولا حاجة من اللي احنا بناكلها؟ لا في دهون، بيهضم ده، بيضيع كله. بيضيع كله. ليه ما بتتخنوش؟ بتاكلوا أكل جامد أوي ما شاء الله، ليه مش بتسمنوا وبتبدنوا وبتبقى بدين يعني؟ بنشتغل بنتمشى. بتتمشى؟ بنتمشى. مش كسبين في 30 هكتار والله. ولو انت عايز تعمل جميع المصالح هنا هتعرف ليه ماشي حتك بدلة. شكرا جدا يا استاذ. شكرا ولكم الشيخ. شكرا. شي علي يستحق الزياره، مراكش كلها تستحق الزياره. في مراكش بتتعلم يعني ايه سياحه.
خلونا نكمل سياحة. اهلا وسهلا بحضراتكم. لازم نسأل نفسنا كمصريين، ليه الشعب المغربي بيحب المصريين وبيحب مصر؟ ليه لما بيقابلك في الشارع بيقولك انت مصري وتجد احتفاء شديد، واول ما يكلمك عن مصر لا يكلمك في السياسة ولا في اي شيء اخر، يكلمك في حاجة واحدة بس، الفن المصري. يسألك عن النجوم المصريين، ده بتحسه من اول لحظة بتيجي بتنزل فيها ارض المغرب الشقيق. انا موجود في مراكش، ومراكش بتحتضن مهرجان السينما الدولي، والسينما هذا الفن السابع العظيم اللي مصر مشاركة في هذا المهرجان. كان في تكريم فنان كبير عادل إمام، ومشاركة بالفيلم العظيم الفيل الأزرق اللي في الوقت اللي أنا بسجل فيه كان النهاردة فيه عرض خاص لي، لقى إقبال وإعجاب شديد جدا من الجمهور الكبير اللي حضر، وطبعا كان فيه مغاربة. نجومنا المصريين حريصين أنهم يشاركوا في هذا المهرجان، ليس حبا في السينما فقط ولكن حبا في المغرب. هذا اللقاء اللي بيجمعني بضيوف الأعزاء سببه الرئيسي المحبة والفن، الفن القوى الناعمة التي يمكن أن تصلح ما أفسدته السياسة. دعوني أولا أعرفكم بضيوفي الأعزاء، وبعدين نبتدي حوار مفتوح، حوار لا يحكمه سقف ولا إطار ولا نعرف هنتكلم فيه. معايا السيدة الفنانة العظيمة هرم الفن المغربي الأستاذة أمينة رشيد، أهلا وسهلا. سيد السفير المصري اللي بيشاركنا هذا اللقاء إيهاب جمال الدين، أهلا سيد السفير. زميلي الإعلامي الأستاذ صميد غيلان، أحد أشهر مقدمي برامج التلفزيون المغربي، وعنده معجبين كتير من الشباب والشابات تحديدا، أهلا وسهلا. الدكتور سعيد بن سعيد العلوي، واحد من الكبار الكتاب المغاربة والرئيس السابق لجامعة محمد الخامس بالرباط، عميد كلية الأداب، أهلا وسهلا دكتور. أستاذ عبد الله شقرون، رئيس اتحاد الإذاعات العربية وأحد مؤسسي جمعية الصداقة المصرية المغربية، أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذ خالد فتاوى، نائب محافظ مراكش، أهلا وسهلا بيك. الأستاذ فيصل الشعبي، رجل أعمال مغربي ومقيم في مصر، بتستثمر في مصر. الفنان والممثل المغربي الأستاذ إدريس الرخ، رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان مراكش، أهلا وسهلا. الفنان محمد نظيف، أهلا وسهلا. الأستاذ إبراهيم صدوق، نقيب المحامين في مراكش وأحد كبار رجال القانون، أهلا وسهلا بحضرتك. مخرجتنا الكبيرة إناس الدغيدي، أهلا وسهلا. ناقدنا الكبير الأستاذ علي أبو شادي، أهلا وسهلا. الأستاذ فادي فهيم، أحد منتجي فيلم الفيل الأزرق، أهلا وسهلا. أستاذ فادي شريف المعلم، أحد منتجي هذا الفيلم المهم، أهلا يا شريف. الأستاذ خالد الصاوي، النجم العبقري اللي عمل دور عظيم وأدواره كلها تستحق الاحترام والتقدير، أهلا وسهلا. نجمنا الوسيم، فتى الشاشة اللي محدش قادر يقعد جنبه أبدا، ونجم الفيل الأزرق كريم عبد العزيز، أهلا وسهلا.
هنا المنتج، المنتج السينمائي الشهير الأستاذ كامل أبو علي ورجل الأعمال معروف، أهلا وسهلا بحضرتك حبيبتي، ويعني اللي كان وراها حاجات كتير جدا، ولما عرفت ان في لمة حلوة سابت الدنيا وجت يسرى، اهلا وسهلا. انا قبل ما ابتدي اي تقديم انا هسيب الميكروفون الاول للأستاذة أمينة رشيد، يعني تقول كلمة من المغرب لمصر ومن هرم فني مغربي لمصر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قلت لماذا تتساءل لماذا المغاربة يحبون مصر والمصريين؟ نعم. المصريين هم في قلوبنا، ماشي غير نحبهم كثيرا جدا ونعتز بهم كثير، وحنا سعداء أننا اليوم سعادة السفير جمعنا بهذا العمالقة وهذا النجوم اللي احنا متشرفين بهم مصريين ومغاربة. وكنتمنى أن هذا اللقاء يكون لقاء إن شاء الله مستمر بين مصر وبين المغرب كالعادة. نعم. احنا دائما نعتز بكم ونفتخر بكم. ونحن أيضا نحبكم. احنا بنحبكم قوي قوي قوي. يسرى بس. أنا من عشاق المغرب والشعب المغربي، وانا بقالي يمكن بقالنا قد ايه احنا اتكرمنا سوا على فكره، اتكرمنا كان سنه كام؟ 2003. والحقيقه عايزه بس اقول لك حاجه، هو في علاقه حب وطيده بينا، يعني اللي عمل ده الفن المصري السيده ام كلثوم، عبد الحليم، جلاله الملك قبل كده هو كان متبني عبد الحليم وكان بيحبه جدا وكان مهم جدا يحسوا بالفن. انا اول ما جيت المغرب صدفه ان انا جيت يمكن عرضت فيلم الجوع، كان اول زياره ليا عشقتها، كنت رفيعه قوي رجعت تخينه قوي من كتر الاكل من والله العظيم، لكن الناس دولت بيحبونا بجد واحنا بنحبهم، بيقدروا فنك وبيقدروا ظروفك وبيقدروا الظروف اللي بتمر فيها مصر وقت الشده، وازاي بيبقوا هم قلبهم معاك بيدعوا لك، خايفين عليك، خايفين على وطنك من كتر حبهم فيك. الناس دي ناس نادره جدا في حبها للمصريين، واحنا حقيقي بنحبكم بنقدركم جدا. انا على المستوى الشخصي بعشق فنكم وبعشقكم وبعشق الفولكلور بتاعكم. مراكش بالنسبه لي بعتبر ان انا دي بلدي التاني، كل العمالقه اللي موجودين دول هم احبابنا واصدقائنا، ويا رب دايما يديم المحبه بينا والعطاء بينا ان شاء الله. وطبعا انا اول مره هقول لك ان انا اشتغلت مع مخرج مغربي الاستاذ مؤمن سماحي اللي هو موجود دلوقتي في اللجنه سيده القاهره. انا نسيته صراحه لما شفته مؤمن، قلت له انت احنا مش عملنا فيلم سوا؟ قال لي اه. قلت له طب انا ما شفتوش لحد دلوقتي. والفيلم اتضح ان هو راح لوس انجلوس، راح انجلترا، وانا عمري ما عرفت، انا ما شفتش الفيلم لسه لغايه دلوقتي، لحد دلوقتي. عملتيه سنه كام يا لا مش فاكره. يعني محتاجين ندور ورا الفيلم. لا مش فاكره، بس واخد رد فعل جيد جدا في العالم، وانا ولا عندي ادنى فكره بالموضوع. فاذا كان على التعاون الفني، انا قمت بواجبي وتعاونت قبل كده اهوت، وان شاء الله اتمنى ان يكون في تعاون تاني بيننا وبين المغرب. انت عارف انك انت عندك هنا استوديوهات على اعلى مستوى، وعندك خدمه وتقنيه على اعلى مستوى، وعندك فنانين على اعلى مستوى ومنتجين، ويعني من كل ناحيه، فنتمنى ان احنا نعمل حاجه سوا ان شاء الله. ان شاء الله. تخلي المايك هنا عند الاستاذ كامل. السيد المنتج الكبير استاذ كامل ابو علي، مبروك. قبل ما تتكلم بس انا بستاذنكم، هو اداره حوار في عدد كبير زي ده صعب جدا، والواحد يعني جاي شغلي في السياسه شويه مكلكع الدنيا، فانا بحاول ابسطها، وهتسمحوا لي ان ابدا فقط
يعني انا كنت سعيد جدا ان فيلم الفيل الازرق بيشارك في هذا المهرجان. يعني انا شاء حظ السعيد ان انا لما رحت السينما اشوفه كان الفنان خالد الصاوي موجود معايا في نفس العرض. شفت قد ايه الناس كانت مبهوره ومبسوطه، فسعدت ان الفيلم ده هو اللي بيمثل مصر في هذا المهرجان، وعندي امل كبير انه يعني يحصل على. بس عايزه اقول حاجه ان دي اول مره فيلم مصري بيشارك جوه المسابقه. نعم. يعني دايما كنا بنبقى على هامش المهرجان او تريبيوت لحد او كده، فانهم ينقوا الفيلم ده، والفيلم ده مختلف عن اي فيلم مصري انت ممكن تشوفه. صحيح. انا بحييكم من قلبي، لان انا ست فنانه واستمتعت استمتاع غير عادي بيكو. بيرفورمانس ما حصلش، اخراج ما حصلش، انتاج جامد قوي يا استاذ. يا اساتذه. يا اساتذه، كل الاساتذه اللي هناك. فانا بتمنى لكم بجد التوفيق، لانه حلو جدا جدا جدا. مبروك. اهم ملمح رغم ان الفيلم مش سهل، فيلم عايزك تقعد، فيلم بتنطبق عليه مواصفات السينما، لازم تبذل جهد وانت بتتفرج. لي صديق مغربي اليوم اسمه عبد الاله، جاء قال لي انا رحت شفت الفيلم انا مش فاهمه قوي بس عجبني قوي، لدرجه ان انا محتاج ادخله تاني، وحاسس ان انا لما ادخله تاني هقدر الم، بس كنت قاعد واخد اعصابي كلها. قال لي شكل السينما فيه مختلفه. انت قبلت تدخل مغامره زي دي ازاي؟ فيلم صعب، كتابته صعبه، ومعاك ممثلين تقال، مساله تقلق برضو، يعني السوق المصري والحديث عن المزاج العام في المشاهده كانت مساله تقلق. ما كانش حد يتوقع ان في فيلم جد ومحترم يقدر يدخل كده السوق. هو يعني بمعنى الفضل كله طبعا يعني لاحمد مراد اللي هو الكاتب الكبير اللي عمل قصه مذهله جدا. وبعدين القصه كانت مسمعه في السوق جامد جدا، يعني طبعا الروايه كانت الاكثر مبيعا، اكثر مبيعات. وبعدين كمان بوجود مروان حامد والنجوم الكبار كريم وخالد ونيلي، ما فيش شك طبعا ده يعني اي واحد لازم يعني يجري بفرحان. ما فيش، ما قلقتش كده لما قريت نص، ونص صعب مش نص سهل؟ لا، ما بص، كنت واثق ان شاء الله ان الفيلم هيعمل حاجه كبيره. يمكن انا من الناس لما شفت مقدمه الفيلم مع مروان ورهاني كده، قلت له مروان الفيلم ده هيعمل حاله في السوق، لان فعلا كان باين جدا من نوعية الفيلم نفسه. هو طبعا يعني الحاجة جميلة جدا اللي فخور بيها بهذا الفيلم ان احنا خرجنا من هذا الفيلم كلنا مع بعض، كل الناس، وبرضه نتاج دور احمد مرتي مدير التصوير اللي قدم حاجة كبيرة جدا. انا اللي فرحان بيه جدا في هذا بالموضوع وشكل الفيلم النهائي ان احنا خرجنا كلنا بنحب بعض وتعرفنا على بعض اكتر، يمكن ما كناش العلاقه زي دلوقتي. وبعدين الحاجه برضو مهمه جدا ان احنا كلنا متفقين على حاجه واحده دلوقتي، ان احنا لابد ان احنا نكون اساس في تقديم سينما جميله حلوه بهذا المنظر، يعني سواء على مستوى الكوميدي، ممكن على المستوى الاجتماعي، على مستوى من هذه النوع من الافلام. لا بالعكس، انا فرحان جدا بهذا العمل. والحاجه الجميله جدا برضو ان جه بعد 30 يونيو ان الفيلم ده يكون يعني بشرة خير لمصر وللفن، واتمنى طبعا ان هو يكون يعني البدايه كويسه جدا لجميع الناس، وفتح نفس لجميع المنتجين ان شاء الله ان احنا نقدم عمل احسن واحسن ان شاء الله في المستقبل. النجم كريم عبد العزيز، قول لي بس النهارده وفي العرض الخاص كنت حاسس بايه، والناس بعد ما شافت الفيلم وردود الفعل من الاخوه المغاربه حسيت بايه؟ حسيت بفرحه كبيره جدا خالي بامانه. يعني كون الفيلم يشارك في مهرجان بحجم مهرجان مراكش، وزي ما يسرى قالت ان لاول مره فيلم مصري يشارك في المسابقه الرسميه، دي كانت حاجه فرحانه كلنا بامانه. يعني تعبنا جدا في الفيلم، وقعدنا سنتين نصور عشان كان انت عارف الظروف الامنيه اللي كانت حاصله، ومفيش حد يعني بخل بنقطه اي من مروان حامد اللي انا يعني هنتكلم على مروان كتير، لاصغر عامل في الفيلم محدش بخل بنقطه عرق فيها خير، وكان من قلوبنا.
يعني علاقتنا ببعض زي ما قال الأستاذ كامل، أنا ومروان زمايل دراسة معهد سينما إخراج، وأنا وخالد أصدقاء من زمن، وأحمد لما بتشتغل في جو very professional وكمان أصدقاء بتبقى متعة ما بعدها متعة يعني. فكل الفيلم يتعرض في مهرجان مراكش دي كانت حاجة فرحانة. أنت كده دي متعة موازية أو سعادة موازية، أنت مصر خدت وش القفص من السعادة برد الفعل المصري على الحمد لله مظبوط. هل حسيت إن ده بيكمل ولا دي مستوى آخر من السعادة لا مستوى آخر من السعادة، مستوى آخر. المهرجان كبير جدا ومهرجان دولي انترناشنال، ورد الفعل النهاردة بعد العرض بجد كان حاجة تفرح. فرحانين جدا. انت اول مرة تيجي مراكش؟ اول مرة اجي مراكش بس تاني مرة اجي المغرب. يعني جيت من سنتين تطوان، كان مهرجان تطوان، واول مرة اجي مراكش، وانا كل سنة عندكم في مراكش يعني احنا مع بعض كل سنة ان شاء الله. ما بين العقد نفس القعدة دي ان شاء الله كل سنة. رائعة والناس مش طبيعيين في جمالهم وبيحبونا وبنحبهم، وحسن الاستقبال وحسن الضيافة، احنا بنشكركم بجد على يعني حسن الاستقبال وحسن الضيافة، وتعالوا لنا مصر شوفوا هنعمل ايه بقى، بس تعالوا لنا يعني بس في حاجة تفرح يعني. مبروك مقدما. الله يبارك فيك يا رب. طيب شريكك اللي كان عامل لك رعب في الفيلم بقى شريكنا الكبير خالد الصوت. مساء الخير جميعا، واحنا يعني بنشكركم جدا على اللقاء ده، بنشكركم على التكريم، على بنقول للاستاذ عادل امام الف مبروك، ده تكريم لكل الفنانين المصريين الوطن العربي بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد. انا دي يعني رابع مره اكون فيها في المغرب، بس انا يعني بعد اذن حضرتك انا عايز بس التقط جزء صغير مش هرغي فيه كتير، بس في البدايه على السؤال، احنا في الحقيقه المصريين والمغاربه بتربطهم علاقات يعني اقدم واعرق بكتير من العلاقات اللي نشأت على اسر الرواد الفن اللي كان في نعم. يعني سواء في مصر او احنا علاقتنا باديه، احنا كان في المرحله الفاطميه دي مؤثره يعني تاثير رهيب. المعمار الفرعوني موجود هنا اثر في الـ 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 التاثير ده، احنا عندنا كتير من المتصوفه المغاربه اللي حط بيهم الرحال، عندنا علاقات بلد الاولياء الاولياء عندنا طبعا عندنا علاقات كتيره جدا، هتلاقيها حتى جوه اللغه في بعض التعبيرات اللي موجوده بتتقال هنا وهنا، ولكن بس الاجيال الجديده ما تعرفش ده، الاجيال الجديده لكنها بتبقى موجوده بتبقى موجوده. احنا عندنا يعني افريقيا دي ليها بوابتين، البوابه الشرقيه وهي مصر، والبوابه الغربيه وهي المغرب. البوابات دي مش يعني دورها بيبقى زي ما بنقول ايه، زي ما بنقول الاسر العريقه بتاخد من بعض، زي ما بنقول الاصيل بيحن الى الاصيل. القدره على انك انت تختلط ثقافيا وانك انت تمزج ثقافيا بين المغرب والشرق الاوسط وشمال البحر وشمال افريقيا واوروبا، دي موجوده بالتاكيد بين الشعبين دول، علاقتنا اعمق بكتير، وده اللي انا اتوقعه ان هو واتمناه انه يكون في شغل شويه على توضيح تاريخ العلاقه وتطوير العلاقه في جمعيه الصداقه المصريه المغربيه مثلا، والفنانين بالتاكيد، وفي كتير اذا كنا في فتره يعني شويه متمحورين حوالين نفسنا حوالين الفن بتاعنا في مصر، لكن النهارده بننفتح على بعض اكتر، وبوجه دعوه ل المصريين ان هم يستمعوا الى مثلا الاغاني والموسيقى المغربيه كمدخل بعد كده الى كل الفن المغربي. اشكركم جدا. طب قبل ما تنقل بالراحه أيوة. الفيل الازرق؟ لا ما انا مش الفيل الازرق، مش الشخصيه انا عايز اتكلم بس معاك عن الشخصيه. تعبت قوي في الشخصيه دي الكواليس يعني تعبت. الناس شافت الفيلم وكانوا مستمتعين. تعبت كان حقيقي يعني تعبت لانها تجيب استوعبت الشخصيه دي ازاي عملت فيك هس زي ما بنقول في الدماغ. الشخصيه اللي عملها انا بقيت مبهور ازاي عرف يمسكها. ما هو برضو ما كانش ممكن اعملها لوحدي لو انا بشتغل في فيلم يعني ما فيهوش الاضلاع دي كلها. الحماس بيبدا معاك من اول ما تحس ان المخرج مصر عليك
وان بطل الفيلم مصر عليك وان حتى لو فات منه. لا ده حقيقي, ده اللي حصل يعني. بغض النظر بعيدا عن الصداقه, الصداقه بيبقى ليها مجال واحنا بنشتغل جوه التصوير نفسه, لكن لما لكن دي مصالح بتاعتك انك تطير منك موسم كامل عشان بتقول الممثل ده انا مستنيه, فدي حاجه يعني ما عملهاش الا كريم عبد العزيز. ده حقيقي, ده لازم برضو الناس تبقى عارفاه. فلما تخش على هذا الجو والانتاج بيرحب بيك بيقول لك يعني شوف انا كل ده مع نص ملفت ومتميز وكل العناصر دي بترحب بيك, فبتبذل اقصى ما تستطيع في الدور ده, اقصى ما تستطيع معناه انك تدور على النواحي السيكولوجيه وانك تدور على النواحي الميتافيزيك اللي هي زي المس واللبس وتدور فيه, تدور في دول كتير وانت يعني الواحد بيبقى بتتعب مع 3 4 ايام مثلا قاعد في المكتب, فتبدا الناس دي تطلع لك يعني تبدا تشوف هنا تقول يا سلام انا وصلت ربنا يستر اعرف ارجع بقى. رجعت بسهوله؟ لا بعد ما خلصت تصوير قدرت. والله انا ما بحبش اقول الحاجات دي لانه انا بعتبر ساعات انه يعني ايه ساعات بيبقى فيها مبالغات وادعاءات, بس الدور ده فعلا للسادة اللي يكونوا يعني حضروا العرض واللي ما حضروش هيفتكروا يعني كلامي عشان اعرفوا ان انا يعني مش بقول مبالغة, هو فعلا صعب في انك توصل لكن الاصعب تطلع منه. لانه بتطلع بايه بقى المشكلة في الشغل النفسي يعني, ما علينا من الشغل الميتافيزيكال انه هل في جن ولا ما فيش, هيمسح هتتمس ولا ما تتمسش ماشي, انما في الجزء السايكولوجي النخربه كتير في علم النفس قد تؤثر فيك, لانه بعد شويه بتقعد تسال نفسك هو انا اني حاله من دول, بعد شويه بيبقى سهل انك تسال نفسك الله كل الاوصاف اللي انا شفتها في الموسوعه النفسيه دي بعضها ينطبق عليا, فده موضوع يعني سهل ان هو اي حد يقع في الفخ ده. صحيح. ما بالك بقى الجن والشياطين, ده موضوع تاني ده عالم اخر. فالحمد لله يعني الحمد لله مبروك جننا وخلاص. الف مبروك شريف المعلم. دخلت انتاج فرحت وحسيت ان فلوسك كيتت واطمئنت يعني يعني اعفيني من ربع السؤال ده, بلاش السؤال ده. لا انت حسيت انك استثمرت صح. الحقيقة فكرة حد دخل في مجال انتاج السينمائي جديد, الاستاذ كامل ابو علي, مرة بيخبط ومرة بيتخبط والحياة ماشية. لا الحقيقة صعبة. الفيلم كان مجازفة للجميع. للانتاج مجازفة كبيرة, انت عملت فيلم بتكلفة عالية جدا في فترة السينما ما بتتحملش هذه التكاليف, فللممثلين ادوار صعبة جدا جدا جدا, للاخراج يعني مروان الحقيقة عمل مجهود فظيع, احمد مراد يعني ابدع الحقيقة في القصة وابدع في السيناريو, وانتوا ابدعتوا في الدفع. احنا يعني صرفت ما مسكتش ايديك, انت حسيت ان الفيلم ده يستحق الفيلم ده يعني هم يردوا عليه اكتر بامانة يعني. اسف لقطع حوارك طبعا, بس بامانة فعلا الانتاج الاستاذ كامل وشريف وفادي فعلا. لا تفادي اول واحد فادي عايز يجري بس عشان هو بيطقش يعني بيترعب من الكاميرات, هو اول حاجه يفكر فيها يهرب ازاي دلوقتي قبل المايك يجيله. بعد ما شفت فادي بياكل المايك بياكل ايه وهرجعه تاني. فادي بياكل ازاي في المغرب فمش فارق معاه خلاص. لا بجد احنا عايزين نشكر الانتاج لانه انتج خيري في ظروف كانت الدوله فيها يعني كان عندنا الصناعه نفسها كانت الصناعه كان فيه فيلم تكلفته عاليه ومروان حامد فضل مصر انه يعمل شغله بره مصر وفي باريس واستنى, فبجد الانتاج لازم يعني يتشكر في ظروف الفيل الازرق طبعا. ادي المايك لفادي اهو. لا لا يعني زي ما كريم قال الحقيقه كانت مجازفه, بس الحمد لله يعني السوق المصري يعني الشعب المصري الحقيقه يعني اسعدنا جدا. لان كان كل الناس يعني كل التعليق اللي كانت اثناء انتاج الفيلم ان الفيلم ده فيلم فني وفيلم مش تجاري وفيلم يعني مش هيعجب الجمهور المصري قوي, يعني سمعنا كلام من ده كتير. الحقيقه الجمهور يعني عمل عكس ذلك, استقباله في الخليج كان استقبال هايل, الحقيقه استقباله هنا في المغرب الحقيقه يعني استقبال هايل من الشعب من الناس يعني. الحقيقة لو كنت رحت النهاردة الصبح وشفت الناس كانت مبسوطة يعني شيء الحقيقة يفرح ويحسسك انك عملت شيء تفتخر بيه.
فادي انت طبعا مدين للفيلم ده اللي خلاك تشوف الاكل المغربي شكله ايه. قول لي انطباعك ايه عن مراكش يا فادي؟ دي تاني مره اجي مراكش. مراكش يعني تحس ان هي في زمن تاني، في عالم تاني كده، في فن في كل حاجه، فن في المعمار، في الاكل، في الضيافه، في يعني بجد بلد يعني ليها طابع خاص جدا جدا يعني. كنت مبسوط، هتيجي تاني؟ اكيد هاجي. هتنتج فيلم تاني؟ اكيد هننتج فيلم تاني بعد الفيل الازرق، بصراحه كانت تجربه جميله، فتشجعك انت تعمل حاجه تانية اكيد. استاذ علي، شفت المهرجان ده، مهرجان مراكش، ايه اللي بيميزه؟ شوف، بالنسبه للمهرجان هو واحد من اهم المهرجانات في العالم العربي مبدئيا، يعني مهرجان دي الدوره 14، انا بعتقد انه خلال الدورات اللي فاتت قدر ياكد نفسه كاهم مهرجان عربي من ناحيه الكواليتي، من ناحيه النوع اللي بيتقدم. مهرجان منضبط جدا، افلام متميزه جدا، عنده فكره ضيف الشرف اللي هي عاده بتبقى يعني نوع من المجامله، اعتقد انها هنا بيبقى فيها نوع من الاحتراف الشديد والاهميه الشديده. انا بس عايز اقول حاجه، يعني اصل مهرجان مراكش مش محتاج مني اكتر من تحيه ودعاء بانه يستمر على هذا النوال. يعني فكره انه المغرب ومصر، نعم، الفن المصري كان دي دور مهم جدا، وخاصه السينما، في المقاومه للمحتل الفرنسي. يمكن ناس كتير ما تعرفش انه 90% من اكتر من 90% من دور العرض في فتره الثلاثينات كانت بتعرض افلام فرنسيه، ما فيش حل تاني يعني. فكان المواطن المغربي عنده مشكله مع الشاشه، ما بيشوفش نفسه ابدا. لما جاء الفيلم المصري حول المساله بشكل مختلف، لاول مره يلاقي حد زيه بيتكلم زيه، بيعبر زيه، اللغه اللي بيتكلمها هي، لدرجه ان بعض الاصدقاء هنا من زمايلنا السينمائيين قالوا لنا ان فريق وداد المغربي متسمي على اسم فيلم وداد، الوداد البيضاوي، الوداد البيضاوي، فمتسمي على اسم وداد. وده شيء الحقيقه يعني بنقول مساله الفن جزء اساسي في العلاقه، مهمه جدا، جزء يعني يجب ان نركز عليه. انا بس كمان عايز احيي السينما المغربيه في الفتره الاخيره. السينما المغربيه في الفتره الاخيره يعني فيها نهضه غير عاديه. خلال انا كنت عضو لجنه تحكيم المهرجان القومي، في تقليد هايل هنا ما بنعملوش في مصر للاسف، انه لجنه تحكيم المهرجان القومي الوطني للسينما الوطنيه بيبقى فيه عنصر عربي، اضافه العنصر الفرنسي او اجنبي مع المجموعه المغربيه، فيبقى في عينين ثانيه بتشوف السينما المغربيه بشكل مختلف. انا اعتقد انه انا شفت 22 فيلم، افلام فيها مثلا 6-7 افلام بالغه الاهميه نعرف نشوفها في مصر. احنا عندنا مشكله، هي المأساة في الانطلاق اللي كان بيتكلم عنها من شويه الاستاذ خالد الصاوي، بتظل اللهجه عائق. احنا بنعرف لهجتنا بتبقى اللهجه المغربيه. انا اقول لك لو احنا بنعرف ازاي هم هنا في المغرب تعاملوا مع اللهجه المصريه بالتراكم، احنا مش عارفين نعمل تراكم حتى الان. طلبنا الكلام ده من السبعينات، بنقول يعني لو فيلم في صاله صغيره دلوقتي بتعملها، عندنا زاويه عند مريان خوري بدات تعمل ده، وبقى في فيلم او في كل الافلام المهمه، يعني صوت الخفي هيتعرض بتاع كمال وافلام اخرى، اعتقد ان دي ممكن تربي شويه ذوق وقدره على التعامل مع اللغه الى حد كبير. لو احنا مره عملناها في الجزائر في السبعينات، شفنا 22 فيلم ما كناش فاهمين ولا كلمه في الفيلم الاول، ما كناش محتاجين اي حاجه في الفيلم 22 على الاطلاق. كانت عاملينها جمعيه النقاد، احنا محتاجين ده، محتاجين هذا التعاون، محتاجين صبر. عارف لو من السبعينات الصبر ده ابتدى، كان زماننا دلوقتي قاعدين ما بنتكلمش في الحكايه دي خالص. شكرا. طيب الاستاذ خالد فتاوي، شفت الفيل الازرق النهارده؟ نعم. طب قول لي انطباعك عنه ايه؟ محتاج تاني ولا خلاص فهمت؟ في الفيلم اولا انا سمعت عن الفيلم كثيرا، وانا في الحقيقه تفاجات في المستوى الجيد جدا للفيلم. لاول مره اجد ان السينما المصريه اصبحت اهم من بوليود واهم من هوليود بنفسها. في واقولها ليس فقط لهذا المقام، ولكن اقولها لانني عاينت ذلك من خلال ساعتين ونصف، وما حسيتش بساعتين ونصف، بل انني اشعر باننا انتقلنا الى مرحله السينما المربيه،
إلى مرحلة السينما التي دخلت إلى عالم، إلى علم النفس، إلى الميتافيزيقية، إلى زواجية الشخصية، إلى أمور كثيرة التي لم نكن من عادتنا أن نجدها في أفلام. إن فيلم من الروعة بما كان، في الإخراج، في الإنتاج، في الموسيقى، في التمثيل، في تشخيص شخصيات مهمة. وما من الصعب الجمع بين الميتافيزيقية، بين علم النفس، وبين خصوصا أن نحن ما نشاهد في التعامل في هذا الموضوع، خصوصا تعامل رجل دين مع أمثال ذلك. ولكن حاليا نجد تعامل طبيب هو الذي يتعامل مع وقائع معينة ومع تحليل معين، وهذا ينقل المشاهد إلى درجة من الوعي وإلى درجة تحليل شخصيات، بحيث كل مشاهد يمكن أن يظن أنه يمكن أن يمر من تلك المرحلة أو من تلك اللحظة من اللحظات، بحيث يمكن أن يقول أن ذلك المشاهد أن أكون لك ذلك، يمكن أن يكون عندي شخصية أخرى. وهذا هو التعامل ولا حركة الجسد الذي استفدنا منها كثيرا، وأقول أن استفدنا من هذا الفيلم، ونشكر بهذه المناسبة مشاركة هذا الفيلم. وأظن وأتمنى ذلك أن يكون هذا الفيلم من الأفلام الفائزة وفائزة في هذا المهرجان، وسيكون ذلك شرف لنا في هذه المدينة، لأننا هذا الفيلم ليس فقط فيلم مصري، أظن أنه فيلم مراكشي، فيلم عربي، وفيلم نود ونتمنى أن يكون إن شاء الله هو الفيلم الناجح في هذا المهرجان. طيب، بمناسبة الفيلم، قبل شكرا قبل ما تنقل بس المخرجة، طب مش هيسمع كده، لازم ياخد المايك. ممكن نحرك المايك، تفضل. اولا انا كنت عضو التحكيم في مهرجان الرباط، وخدت تكريم في مهرجان سلا، وعندي تكريم في مهرجان سلا ان شاء الله في سبتمبر، واشتركت في كل المهرجانات المغربية والحقيقة في بلاد كتير، يعني مش متذكرة كلها. وعلى فكرة انا فيلمي الباحثات عن الحرية انا مختارة منه ممثل مشهور جدا هنا في المغرب، وممثلة مغربية، وكانوا بيتكلموا باللهجة المغربية. نعم. وكنت بقول لهم خففوا شوية في اللهجة عشان المصريين يحفظوه، بس كانت بيفهموا. وجيت في الآخر في الكلمات الفرنساوي اللي كانت بتتقال في العربي كنت بعمل لها سوتيتر، والفيلم نجح جدا، والناس عرفوا الممثلين دول، كان بحثات عن حرية. وبعد كده البنت دي عملت فيلم بطولة، خدت فيه جايزة في مهرجان بلجيكا، وهي ما كانتش لسه ممثلة هنا. فالعلاقة موجودة والحب موجود، والمغرب بلد جميلة. ولازم نوجه التحية للملك، لأنه الملك هو راعي مهرجان السينما. يعني الملك مش بس إنه هو مجرد واخد باله من الاقتصاد والسياسة والحاجات دي، لا، هو فعلا راعي للمهرجان، ودي حاجة جميلة. وإحنا شفنا قد إيه استقبال ملكي من مولاي رشيد، وإحنا بنشكرهم، لأنه فعلا الحتة دي بتدي قيمة للفن وللفنانين. نعم. فإحنا بنحيي المغرب. الأستاذ إدريس فنان كبير، فنان كبير في المغرب، وفنان شارك في أفلام عالمية ومخرج، ولكن يبدو أننا مقصرين. شايف التقصير ده جاي منين؟ يعني واحد موهوب ومبدع وشارك في أعمال عالمية، وفي مجتمع زي مصر مش قادرين نشوفه، مش قادرين نعرفه، مين الغلطان؟ أولاً أعتقد المسألة ليست مسألة مبدعين أو مثقفين، رغم أن في بعض اللحظات أنه ممكن أن نوجه أيضا نقطة الاتهام أيضا للمثقف العربي عامة، أنه لا يشارك في إشراك أفكاره مع فكر المجتمع. هذا الاختلاط قد يحدث في بعض الأحيان أشياء إيجابية، قد تعطينا نتائج يمكن أن تكون بعدية، ليس فقط أن تكون آنية، وهذا ما نصب إليه. لا نصب أن تثمر كل العلاقات وكل المجهودات بين شعبين حبيبين قريبين الآن، ولكنها قد تثمر فيما بعد، وهذا ما نصب إليه أعتقد. ولكن لدي بطبيعة الحال وجهات نظر. أولا أنني أعرف بطبيعة الحال مصر، أعرف لدي أصدقاء كثر من المصريين
سواء من الإسكندرية أو من القاهرة، وأعرف أشياء كثيرة، وربما أنني اشتغلت أيضا هناك وتعرفت على تقاليد وعادات، واختلطت يعني الأحاسيس بيننا. أنا بخلاف كل من يذكر بأن للغة مشكل أو اللهجة، أنا لا أعتقد البث ذلك. أنا لا أعتقد أن اللهجة هي سبب في أحد الأسباب. أنا لا أعتقد. لا تعتقد أنها حتى أحد الأسباب؟ لا، يمكن أن تكون سبب بسيط جدا، ولكن ليست هي السبب الرئيسي في كون أن الشعب المصري لا يشاهد الأعمال الإبداعية ولا يسمع الأغاني المغربية. ليس هذا، ربما هذا نوجه يمكن شيئا ما بعد اللوم الخفيف من حبيب لحبيبه ومن صديق لصديقه ومن مغربي إلى مصري، أن نوجه بعض اللوم إلى المسؤولين على القنوات، المسؤولين على الإذاعات، المسؤولين على والقائمين على الشأن الثقافي في مصر، على أساس أنهم يفتحوا الباب شيئا ما. نعم. لكي يستضيفوا أيضا هذه الأعمال، لأن ربما قد تحدث شيئا مهما جدا في تاريخ العلاقات المصرية المغربية، وهذا شيء مهم جدا. الفن والإبداع ليس لغة بل هو إحساس. نعم. وخصوصا السينما، خصوصا المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية وما إلى ذلك. أعتقد بأن الإحساس الصادق بين الجمهور المغربي والجمهور المصري موجود، يجب أن تكون هناك قنطرة لكي نصل إلى ذلك الإحساس وبصدق. طيب أنا بس أذنكم هنطلع فاصل، بس قبل الفاصل هتسمعونا إيه؟ هنخرج للفاصل بإيه؟ وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. كانت الفيل الأزرق هو بطل المرحلة الأولى، ولكن في النهاية وإحنا بنتكلم عن السينما التقينا بنتكلم عن السياسة، بنتكلم عن علاقات الشعوب، بنتكلم عن المغرب تحديدا. وإحنا بنتكلم عن المغرب كان حصل كده إيه، حاجات صغيرة، شوائب صغيرة، ومع ذلك أي مغربي قبله كانوا زعلانين من المصريين وكانوا زعلانين من الإعلام المصري أو بعض الإعلام المصري، لكن طبطبايا، كلمة حلوة، أغنية، صوت أم كلثوم يرجعك تاني. أستاذة أمينة وإحنا قاعدين قبل ما نبتدي التصوير قاعدة تحكي لي مشاهد للأستاذ عادل إمام، تحكي لي عن أفلام، وبتحكي لي عن المسلسل الأخير ليه صاحب السعادة. أنت واضح أن حضرتك مهتمة جدا بالفن المصري. جدا، أنا متابعة يعني مسلسلات والأفلام يعني دقة، وآخر ما شفت مسلسل الأستاذة كانت فيه يعني القمة. يا ربي والله يا والله العظيم ربنا. وشفت المسلسل ديال عادل إمام آخر صاحب السعادة، يعني حقيقة دهلت، ورأسي ما كان الممثل اللي جسد دور وزير الداخلية. نعم. كان يعني الروعة. مزبوط. ولي حقيقة أنهم كلهم كانوا يعني ممتازين، ولكن يعني توجهت لك كتير للفيلم. ممكن تكلمينا عن الفن المغربي، يعني تقول لنا أهم ملامح، إزاي المواطن المصري يدخل يتفرج على عمل مغربي، على مسلسل مغربي، على فيلم مغربي؟ إن شاء الله إن شاء الله، لأن دابا إحنا يعني ممكن مشكلة اللهجة شوية. ولكن أنا مثلت في مصر في الأوبرا، قدمت فيلم على غشاش دماغي ما فهم
اللي هو يا فندم البحث عن زوج امرأتي، وكان يعني وكان الجمهور يعني مبسوط جدا، يعني فيه الضحك وفيه هذا يعني، ولو ان اللهجه ما فهموهاش، ولكن والله انا بفهمكم كويس قوي. إيه انتي اصبحتي مغربيه. انت اصبحتي مغربيه. انا بفهمكم. اصبحتي مغربيه ومرحبا بك دائما في كل وقت وحين. شكرا لحضرتك استاذ سميد. اعلاميين مع بعض بقى. قول لي الاعلام ازاي ما يخربش الدنيا بين الشعوب. يعني ازاي الاعلام يلعب دور في المرحله اللي جايه؟ الاعلام الداخلي محتاج يلعب دور داخل وطنه، والاعلام يجب انه يلعب دور في التقريب بين الدول وبين الشعوب، خاصه لما تبقى دول اشقاء وبينهم ثقافات عديده مختلفه. انت نجم هنا وبتخاطب شباب كتير، وكان عاجبني جدا، عايز اقول لكم انه رنات الموبايل بتاعته كلها اعمال عادل امام، كل رنه تديك مقطع من مسرحيه او فيلم لعادل امام، وده شيء جميل. وهذه مغامره في حد ذاتها، لان اتلقى مكالمات هاتفيه من بعض الاشخاص الذين ربما يحاولون التكلم في مواضيع جاده، ولكن انا متاكد بان عادل امام لديه سحر خاص، وان تلقيت مكالمه من اي احد سوف يكون سعيدا بسماع صوت هذا الفنان الكبير. الله. يعني هو لا ده طالب بيكلم سيادة السفير انه عايز مقاطع واجزاء من مصر ومن الفن المصري عشان يعرضها داخل برنامجه التلفزيوني دائما، علشان يوصل ويحافظ ويوطد العلاقة مع المصريين. ده احساس جميل وبديع طبعا. الله يحفظك يا استاذ. وانا معروف كذلك بكون بعض اللازمات المصريه في الحديث استعملها عندما اتكلم مع بعض الضيوف، لان تعلمون بانه في البرامج هناك افكار وايديولوجيات، يعني يجب ان يكون الانسان حريصا جدا على تتبع كل ما يقال، لان هناك الكثير من الاشياء التي يجب ان تفهم اولا. وربما بعض الاحيان استعمل تعابير لا يا شيخ وسمعنا صوتك وعيب اشوفني بكره ودي على افاه وصباح النور، طبعا عندما يكون الدخان الازرق وليس الفينة الازرق. واود ان اقول هو انه لو كل انسان احتفظ بصوره لشخص مصري يعرفه أو شخص مغربي، أود أن أفتح قوس بالنسبة للمغاربة، فإننا كأمين رشيد كل متعة التي نأخذها مع المصريين نحن، حرام ألا يأخذ المصريون متعة مع سيدة مثل هذه. نعم. الذي أهم على الرائعة، يعني أنا متأكد أنه الناس يشوفوا فيها الملح والسكر ومغات الشموت في أجزائه، وكذلك البحث عن زوج امرأتي في أجزائه كذلك، سيكون هناك استمتاع كبير بهذه السيدة وسيتم اكتشافها بوجه آخر. يعني هذه دعوة. هناك فنانين كثر مغاربة. نعم. سيرشيسكيش أمينة رزق المغرب يعني. فأنا أقول بأنه كل إنسان يترك لدى الناس انطباع، والفنان الناجح هو من يترك انطباعا خاصا عندما تراه. أستاذ خالد عندما أراه أتذكر عمارة يعقوبيان، وربما حتى دوره في فيلم ميكانو وطريقة تعامله مع الأخ الأستاذ كريم عبد العزيز في فيلم أولاد العم، كان فيلم رائع في طريقة التعامل. يسرى بصورة لن تمحى أبدا من ذهني لحظة الخروج في فيلم الإرهاب والكباب. يعني كل هذا يختزل كل المستوى الذي تصل إليه سيدة ربما تتكلم الفرنسية بطلاقة، وهو شيء غير معتاد لدى الكثير من المصريين، لها ثقافة عالية جدا ولكن تتقنه بشكل رائع، وهذا هو الفن. والإعلام يجب أن يكون له الوعي السياسي واللا سياسي بأن الهدف الأسمى والأرقى هو التقاء الشعوب، والشيء الوحيد الذي يسمح بالتقاء الشعوب هو الرياضة والثقافة. السياسة مسألة نخب، الاقتصاد مسألة نخب ومختصين، العلم مسألة نخب ومختصين، شيئان وحيدان يسمحان بالتقاء الشعوب هما الثقافة والرياضة، وفيهما بين المغرب تنافس كبير، بين المغرب ومصر تنافس كبير وتطابق كبير. من يرى ربما فيلم كازا نيغرا للعفيف سيدريس الروخ سيتذكر افلام مثل حين ميسره وهي فوضى، من يرى افلام اخرى مغربيه بحال في الملح والسكر ومغات الشموس سيرى افلام لعادل امام ربما كراكون في الشارع او افلام اخرى اللي فيها مواضيع متطابقه ومتقابله. فنتمنى دوم الحب والمعروف بين الشعبين، وربما كلام كما قالته اماني الخياط او تصريحات يوسف شعبان مؤخرا او ما قيل من طرف بعض الفنانين لا يجب ان يعطاه اكثر من حجمه الطبيعي، لان هنا 80 مليون من جهه و35 مليون من جهه، 125 مليون مواطن ما خصهمش يكونوا متاثرين من كلام شخصين او ثلاثه او اربعه، وهذا ربما سيسمح بكون حديث العقلاء سيكون هو الاجدر والاجدى في المستقبل القريب ان شاء الله. الله عليك. الله عليك. هو انا
طبعا اللي حضرتك قلته شيء مهم جدا، ان مفيش شخصين ممكن يبوظوا اي علاقه بين بلدين ليهم التاريخ ده مع بعض، فاستحاله. يعني ممكن حد يكون اساءة تعبير، اساءة تقدير، ويعني انا يعني اتكسفت واعتذرت. كلنا اعتذرنا ومن اعتذر علشان انتوا بالنسبه لنا للأمانة. نعم. لا للامانه انتوا بالنسبه لنا حقيقي يعني يعني انتوا مهمين، انتوا مهمين عندنا، انتوا بجد بنحبكم قد ما انتوا بتحبونا. انتوا مش بتحبونا من طرف واحد، ده حب على مدار سنين وعمر وتاريخ. الدكتور سعيد بن سعيد العلوي، واحد من الكبار الكتاب المغاربة والرئيس السابق لجامعة محمد الخامس بالرباط، عميد كلية الأداب. أنا لا أريد أن أقول أرحب بالإخوة المصريين، لأن لا يكرم المرء في بيته. نعم. مش ممكن نرحب بكم في بلدكم يعني أدام نفسي. يعني أريد أن أقول أشياء كثيرة والوقت قليل، سأكون مختصرا، أقول ثلاث أو أربع كلمات بس. تفضلي. النقطة الأولى التي أود أن أقولها هي أن هذا المثقف الذي يتحدث أو الجامعي، أن الإعلام في وطننا العربي، لن أتحدث عن سلبيته، أريد أن أكون أن أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس مش النصف الفارغ. الإعلام بالفعل كما ذكرت مرشح ومضطر، وهذا وظيفته ولا يملك أن يفلت من ذلك، أن يلعب دورا كبيرا في نشر الوعي. نعم. وبداية نشر الوعي هي نشر اللغة العربية ذاتها. 25 في مصر شدت المغاربة، وكنا نتابعكم يوميا ونتابع ما نراه في القنوات يوميا. الآن بهذا الامتداد ديال القنوات، طبعا هناك قنوات وحشة صحيح يعني لا، بس الشيء يسعدنا ان انتم بتشوفوا سي بي سي، فرحان جدا، لكن جدا لكن الاعلام مضطر ان يلعب هذا الدور الكبير. نقطة ثانية، انا جامعي واستاذ فلسفة، ولكني غاوي ادب وغاوي فن وغاوي مسرح وغاوي رواية بالاساس، فحتى لن اتحدث على الجانب غير الاخر العربي، خلينا بالجانب المصري. فترات عمري موقوتة بالروائي الذين قرأت له، عندي مرحلة ديال يوسف السبعي وحسن عبد القدوس، عبد الحليم عبد الله، توفيق الحكيم، وتوفيق الحكيم بالنسبة لي كان شبه إله صراحة، ونجيب محفوظ، وثم المرحلة اللي صار فيها روائيين أصدقاء، الغيطاني مثلا، واحد مجموعة إبراهيم أصلان. أنا لم أرى الفيل الأزرق، لكن قرأته وقرأت الأعمال الثلاثة، فيرتيغو، وهذا نشرة الحديث، تراب الماس قريته 19، قريته أيضا، قريته روايته كلها قريتها. وبالفعل عالمه، أولا لمن لا يعرف أحمد مراد، أنا فوجئت بشيء، هذا له في عمر أبنائي، هذا شاب صغير. نعم. يعني هذه النقطة الأولى. ثانيا، سخر إمكانات رهيبة جدا في معرفة النفس الإنسانية، لأن الشخصية معقدة جدا وصعبة جدا، الله يكون في عونكم، لم أرى الفيلم، سأرى بكل تأكيد، حتى يغوص الإنسان في عالم الحشاشين وفي عالم الخزعبلات وفي عالم الجن، الأمر ليس صعبا. بالنسبة لهذه الرواية، بداية جيل جديد من الروائيين في مصر. نعم. ونتمنى لهم التوفيق بالنسبة لعطائهم في كل الوطن العربي، ليس هدف بس. الآن أريد أن أقول كلمة عن شخصي. تفضل. شكرا. الذي أحب ديب كايرو، أحب مصر على فكرة، وهذا على سبيل النكتة، أنا رحت للقحش وتعشيت فيه كالتيفون مثلا. آخر مرة كنت في مصر يعني كان في إخوة ومعانا سيد، قال هذا يعرف البلاوي كلها، بس قال لي خليني أنا أسلم عليه بعد إذنكم، اسمه محمد شوماني، كنت أعرفوه طبعا، صديقي وصاحبي، وسلم عليه وعلى الدكتورة زوجته أماني الطويل. نعم. فقال لي شوف يا سعيد، الليلة فيه جانب من مصر ما تعرفوش، قلت له في حاجة ما عرفش مصر، قال لي حنحشيك عشا ما حصلش، قلت له فين حنروح، قال روح عند البرنس
تعشيت اخر مره عند البيرنس. مبروك اتقفل. خلاص يعني انا بالنسبه لي كانت فرصه. شفت امبابا اول مره ادخل الى ذلك. انت متابع الاخبار حضرتك ولا لا؟ يعني عارف ايه اللي حصل هناك ولا لا؟ والله مش عارف. طب احسن اكلهم حاجه ثانيه غير اللي اكلته يا دكتور. خلاص افترض يعني فلا اريد ان لا اريد ان اطيل. احيي الفنانين جميعا الموجودين معنا، ولا شيء يقرب بين الشعوب، واحنا مش شعوب، احنا شعب واحد اكثر من من الفن. شكرا. شكرا لك استاذ عبد الله شكرون، رئيس اتحاد الاذاعات العربيه، لك تاريخ مع الاذاعات ومؤسس جمعيه الصداقه المغربيه المصريه. فين الصداقه؟ طيب على كل حال انا اريد اول ان اربط عن اذنك ما قاله الأستاذ الآن، وهو فيما يتعلق بالتعود على أي لهجة، على أي لغة. فأنا أغبط الإخوان المغاربة الذين يتقنون اللغة المصرية واللهجة المصرية. وأملي أن أرى في يوم ما بعض الإخوان في مصر يفهموننا من خلال أعمالنا، من خلال لغتنا، من خلال معروضاتنا في السينما بالخصوص، مادام أن المناسبة شرط وهو هذا المهرجان. أملي أن يكون في المستقبل نوع من الفرص، وأنا أعتمد على سعادة السيد السفير أنه يقرب فيما بيننا وأن ينظم، وأكيد أنه سيفعل هذا، سهرات أو مناسبات تعرض فيه نماذج من السينما المغربية. أنا أفخر بالسينما المغربية لأنني أشاهده، ولكن أريد آخرين على الأقل يقدرون بعض أجزائها، لأن النضج في السينما المصرية. طبعا الإنسان، أنا كنت سعيد أن نسمعكم تتحدثون عن جزئيات في فيلم معين في هذا، وأتمنى أن تتاح الفرصة للإخوان في مصر، لأن اللهجة وأنت هي تعود. نعم. ما كنت متعودا أن أستمع في التلفزيون المصري لغة إلا اللغة المصرية، إلا اللهجة المصرية. الآن منذ مدة أسمع اللهجة الشامية. نعم. أسمع أصبحت لأنها فرضت نفسها تعود مدبلجات وأفلام ومسلسلات باللهجة الشامية، الشامية لأنها لبنانية وسورية. أتمنى أن تتاح لنا نفس هذه الفرصة. هيحصل بالزاف سيد. أريد أن أربط أيضا المناسبة، أتحدث عن جمعية من جمعيات الصداقة فيما بيننا تسمى الجمعية الأخوة المصرية المغربية، وصارت لها سنوات، وسافرنا مرارا إلى مصر، وجاء الإخوان المصريين، ولكن انقطعت في السنوات الأخيرة حتى قبل الأحداث المعروفة. أنت أتمنى أن تتاح الفرصة، وهذا مرة أخرى أوجه الشكر إلى سعادة السفير الذي جمعنا وهيأ لنا هذه الفرصة، أن تتاح لنا أيضا إحياء هذه النشاط، هذه النوعيات من النشاط، ليس فقط السينمائي أو الفني، ولكن أيضا في الثقافة بوجه عام. فالجمعية التي أنا عضو فيها تهتم حتى بالجانب الاقتصادي، حتى بالجانب السياسي أحيانا، فهذا هو المؤمل في المستقبل. شكرا لكم جميعا. بشكرك جدا. الأستاذ خالد فتاوي، كلمنا عن مراكش قليلا، يعني تلك المدينة الجميلة مراكش الحمراء، وبيقولوا عليها مراكش البهجة. في جميع الحالات أنا بالنسبة لمدينة مراكش، الاسم واختيار المدينة وموقع المدينة وكل شيء بخصوص هذه المدينة تم اختياره من طرف زوجة يوسف نتشافيني، إذا كان اختيار امرأة.
لاختيار اختيار الاسم واختيار المكان واختيار الموقع. جمال مدينة مراكش هو جمال جمال طبيعي، جمال جمال غير عادي، حيث أنه من يحضر إلى مدينة مراكش ومن يقول المغرب يقول مدينة مراكش، حيث أن مراكش أصبحت أشهر من اسم المغرب، بحيث أن مراكش كانت عاصمة ديال شمال إفريقيا بكاملها. مراكش كانت امتدادها إلى غاية السنغال ونهر السنغال. مراكش من القرن الـ11 تقريبا. نعم. إذن بالنسبة لمراكش، مراكش تراث عالمي، تراث إنساني، ليس فقط تراث معماري بل حتى تراث شفوي، بحيث أن مدينة مراكش هو تراث شفوي للمراكشيين، طريقة الكلام، طريقة اللباس، طريقة الطبخ، طريقة الحياة وأسلوب حياة. مراكش ليس فقط جنسية أو هو أسلوب حياة، هذا أسلوب يمكن يتقمصه أي واحد، أي جنسية يمكن يتقمص أسلوب مراكش وأسلوب حياة، أسلوب حياة ديال التسامح، ديال الانفتاح، ديال الاعتدال، ديال الحب الآخر، ديال الحب الناس، ديال الحب صفة عامة، ونشر هذا الحب. هذا هو مدينة مراكش، لذا هي مدينة البهجة. مدينة البهجة صحيح. بس واضح أن الأستاذ إبراهيم صدوق نقيب المحامين يبدو أن لديه إجابة. مراكش تأسست في القرن الخامس الهجري. مراكش أسستها دولة المرابطين المسلمة الحقيقية المغربية، كما أشار إلى ذلك الأستاذ الفتاوي، بناء على اقتراح من زوجة مؤسس الدولة المرابطية اللي هو يوسف بن تاشفين. وهذا شيء مهم، وأنا لاحظت بأن كاين واحد اللذة ديال المعرفة واللي نتطلع إليها جميعا لمعرفتها، باقتراح من زوجة يوسف بن تاشفين المسمات زينب النفزاوية، سوف تلفون مدارس وكذا مسمات باسمها. ولكن انظروا هنا غيتلاحظوا معايا الله يخليكم واحد مسألة باش تعرفوا العرب والمسلمين فين وصلوا والمغاربة فين وصلوا في واحد الوقت من الأوقات. نحن الآن نتحدث عن القرن الخامس الهجري، 500 وشيء من لما ضاقت، هذا المؤرخين يقولون، قال لك لما ضاقت، لأن المدينة الأصلية كانت هي مدينة أغمات، واحد القرية تبعد عن مراكش بحوالي 30 كيلومتر، كانت هي المدينة الأصلية العاصمة. يقول لك المؤرخين أنه لما ضاقت جيوش المرابطين بالإقامة في أغمات، فكر يوسف بن تاشفين بناء على اقتراح من زوجته بإنشاء مدينة جديدة، فعين لجنة من الخبراء، وما كانوا تسميوها آنذاك لجنة من العرفاء. وهنا غيتنظروا معايا، هذه اللجنة ديال العرفاء ما تخرجينش من معاهد إدارية أو من كلية الحقوق أو من كذا، بل هم عرفاء حقيقيين أبناء الشعب. قضوا واحد الفترة باش يختاروا ليه البقعة، وهنا غادي نجيكم علاش تسمى البهجة. لماذا تسمى البهجة؟ بس عايز أوصل بسرعة شوية لو سمحت لي، يعني أنا مستمتع جدا بحكي حضرتك بس عايز أوصل للبهجة بسرعة شوية. البهجة، فرفعوا إليه تقرير يقولوا فيه، وانا غادي نوصل لك الله يخليك، غادي تسمح لي باش نجاوبك على السؤال المحوري اللي طرحتي. لماذا يحبوا اللهجه بس شويه؟ اي واخا، لكن اتقلت يعني لست جاه قضائيه. تقولوا لي لقد اخترنا لك منطقه لتكون دكاله فدانها، غيتوجد واحد باب تسمى باب دكاله، والنفيس جنانها، وليكون جبل ضرن أي جبل الأطلس بيد أميرها طوال زمنه. أي باختصار راعوا في اختيار البقعة الجانب الأمني والغذائي والمائي. بشكرك جدا أستاذ محمد نظيف، أحد الفنانين المغاربة. مصر من خلال كل المداخلات، يعني لمصر يعني دور كبير في الوطن العربي وليس فقط في المغرب. أتذكر وسأنطلق من شخصي، يعني أول روايات قرأتها بالعربية هي يوميات نائب في الأرياف، أول مسرحية عربي باللغة العربية قرأتها هي مسرحية أديب لتوفيق الحكيم. أول سفر لمصر كان
في إطار نشاط يعني مسرحي، كان أول عمل لي كمخرج في مسابقة مسرح تجريبي في 1997 يعني. نعم. وقدمت عرض لمسرحية لكاتب جزائري عبد القادر علولة في باللهجة يعني المغربية يعني في مسرح الجمهورية عرضين، وكان الجمهور حاضر في العرض الثاني، وهذا دليل على أن الناس يعني رجعت أو سمعوا بالعرض وجاءوا، وكان كان كان تلقي عادي يعني من خلال النقاش. يعني أنا أعود لمشكل اللهجة، يعني لست متفقا بتاتا. كان تاني زيارة للمصر، وهنا أتحدث عن السينما، كنت بطل فيلم كان في مهرجان القاهرة هو الغرفة السوداء لحسن بن جلول عن سنوات الرصاص في المغرب. فالناس كلهم كانوا يقولنا بنفهم هذا، في هذا الفيلم كنا نفهم. فهي عملية يعني الواحد لو أنه يكون في إصغاء ويتعود شوي، يعني عايز إصغار وعايز زيادة الإنتاج اللي بيفرض نفسه على سوق طبعا. فكان نقاش عند عرض فيلم الغرفة السوداء، كان نقاش حول توزيع الفيلم في مصر. نعم. إلى درجة أن المخرج قال لهم أنا أعطيكم الفيلم بلاش، أعطيكم الفيلم بلاش، قدموه دبلجو، يعني دبلجو بالمصري. ما كانش فيه رد يعني إيجابي لهذا الطلب يعني من إخواننا المصريين يعني. علق برضو على طب أنا بس محتاج المايك يجيلك. ممكن نبدله كده يعني نمشي بس، وبعدين قبل الختام هنرجع للفلوس، عشان هي الفلوس ممكن تحل المشاكل كلها. بالظبط. انا بس عاوز اعلق على موضوع الانتاج. هو فعلا في تأثير جامد جدا بين شركات الانتاج المصرية والمغربية، واعتقد ان هو ده الحل السحري اللي ممكن يحل المعادلة الصعبة. يعني انا مثلا مع الفنان سعيد الناصري، كان فيه انا شفت له هنا في المغرب من حوالي يمكن 12 سنة، يمكن اللي هو كان مسلسل في رمضان، كنت انا موجود هنا في رمضان، كان انا واخوي ومراته. انا كنت قاعد قدام كل يوم بالليل انا ومراته والاسره نقعد نتفرج عليه، كنت بحبه جدا جدا. فانا كان عندي فكره ان انا اخليه يعني اخد المسلسل ده، وكان في كلام معاه ان نقلبه الى مصري مغربي، وكان ممكن بيتعمل. كان في فكرة تانية برضو مع احد شركة انتاجنا، ان احنا بنعمل حاجة اسمها بتم في طيارة مثلا سيتكم بكذا بلانكا شرم الشيخ، يعني في افكار زي كده. انا عن نفسي بقول لكم هوات، يعني انا منتج مصري، انا امنية حياتي، ودي بقولها من زمان جدا من 10 سنين، ولان انا واثق جدا في عدالة هذه القضية، ان انا امنية حياتي ان انا اعمل فيلم مغربي عن الصحراء المغربية، لان انا مقتنع جدا بهذه القضية. فانا بقول لكم من خلال البرنامج، لو في سيناريو فعلا يليق بهذه القضية، انا واحد من الناس مهما كلفني انا واحد من الناس مستعد فعلا ان انا انتج هذا الفيلم لتكون حاجة. طيب يا ريت، انا مستعد لهذا الموضوع. فانا قصدي عاوزين ان احنا نكون بيننا وبين بعض في تعاون، لان انا واثق جدا، يعني انا واحد من الناس ممكن شهادتي مجروحه، لكن الناس كلها عارفه ان انا بعشق هذه البلد وبحب هذه البلد، لان ولادي مصريين. يعني ولادي مصريين مغاربه ما فيش شك يعني. فانا يعني برحب ان شاء الله ان يكون في تعاون بين شركه الانتاج المصريه المغربيه في القريب العاجل. وشكرا. شكرا جدا. المايك ممكن نلففه كده شريف لحد الاستاذ فيصل الشعبي، رجل اعمال. حضرتك كمستثمر وبتستثمر في مصر وحضرتك مغربي، كيف يمكن ان يلعب رأس المال ورجال الاعمال ادوار وطنية وادوار قومية في التقريب بين الشعوب؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ حضرتك جيت استثمرت في مصر. انا شايف ان هناك مشكلة لازم يتم طرحها بشكل موضوعي. فالعلاقة بين مصر والمغرب لغاية النهاردة بتعتمد على أشياء كثيرة عندها علاقة بالحب، وهذه حاجة مهمة جدا. كان عندي جوانب أخرى، لازم أعيش في مكان أرتاح فيه، كان يمكن أعيش في فرنسا، أعيش في وأنا أتكلم الفرنساوي زي الفرنسية زي أي واحد فرنساوي، وأفكر زي واحد أي فرنساوي، ثقافة المغربية ثقافة فرنسية عربية.
لكن كنت أحس بتواجدي في مصر بشكل مختلف، وفي نفس الوقت وأنا رجل أعمال ولازم أنتج وأخلق قيمة مضافة وأوفر عمل للناس، كان لازم أكون عايش في وسط الجو بنفس الشروط اللي عايشين بأصحاب البلد، ولذلك لازم أتجاوز كل الخلافات وكل الأشياء اللي ما تعجبنيش. على مهم وجودك في مصر مشرفنا، ونتمنى لك النجاح دايما، وهتسمح لنا ننتقل إلى المحطة قبل السماع. عايزكم تجهزوا لنا أغنية نعرف نغنيها كلنا معاكم، بس قبل ده لازم أشكر السيد السفير وأسمع رسالة من أستاذ السفير، ساعدني جدا في هذا اللقاء، أنا بشكر حضرتك جدا. وكان بيسعى إليه وهو بيكلمني، كان حريص على التركيز على نقطة، لازم الناس في المغرب يعرفوا إحنا بنحبهم في مصر قد إيه. إحنا لأول مرة قناة خاصة في مصر تنقل الافتتاح بتاع مهرجان السينما في مراكش، حبا وتقديرا وإحساسا بدور الإعلام في ده. لأول مرة نيجي ونعمل شغل كامل عن المغرب، وتبقى قاعدة كده جمع المصريين والمغاربة، بحيث أنا مش عارف مين المصري ومين المغربي. فأنا بشكر حضرتك وأتمنى أن الرسالة توصل لجمهورنا. حضرتك هتحمل رسالة للشعب المصري من المغرب، ورسالة إلى المغرب من الشعب المصري، تفضل. أنا أولا بشكر حضرتك وقناة سي بي سي أنكم جيتوا المغرب، ويعني هذا فرض علينا واجب، وبين أهلكم هنا في المغرب، وطبعا احنا بنعتز بالقامات الكبيرة، مدام أمينة رشيد ومدام يسرى، وكل أنا المحظوظ يعني جدا. هذه القامات اللي كل العالم العربي بيفتخر بيهم. أنا الحقيقة أحب أقول يعني من موقعي هنا كسفير لمصر في المغرب، إن أنا بحس هنا في المغرب إن أنا فعلا بين أهلنا وأحبابنا، وهذا الإحساس بتجده في كل المغرب، في كل شوارعها، في الأماكن الضيقة، في المدن الكبيرة، في المدن الصغيرة. وأنا متأكد إنه ذات الترحاب بنلاقيه في مصر لكل الإخوة والأخوات من المملكة المغربية. احنا الحمد لله مقبلين على مرحلة متميزة من هذه العلاقات، استمرار لهذه العلاقات المتميزة. سنشهد ان شاء الله في المرحلة المقبلة الكثير من التواصل والزيارات رفيعة المستوى على مستوى القمة بين البلدين. هناك يعني اهتمام كبير من الدولتين مصر والمغرب بالارتقاء بكل العلاقات فيما بينهم. في المجال الثقافي أنا أستطيع أن يعني أقول أن هناك اتفاق مع الحكومة المغربية لتنظيم أسبوع سينمائي للسينما المغربية في مصر، كويس، وأسبوع ثقافي مغربي، بالإضافة إلى الترويج للمغرب سياحيا، والترويج لما تتميز به المغرب من ثراء ثقافي ومن إسهام كبير في العالم الإسلامي وفي العالم العربي. فإحنا سنقوم بتعريف المجتمع المصري بصورة أكبر، زي ما الإخوة في المغرب يعرفوا مصر، يعرفوها عن ظهر قلب، وساعات بيعرفوها أكثر من المصريين نفسهم. نعم. فإحنا يجب أن إحنا أيضا الشعب المصري من منطلق محبته الكبيرة للمغرب أنه يعرف عن المغرب التنوع والثراء الثقافي والتنوع فيما ما هو عربي، ما هو أمازيغي، ما هو صحراوي، ما هو أندلسي. دي حاجة جميلة جدا وإحنا بنعتز بيها. إن شاء الله أيضا في المجال الاقتصادي، المغرب هي بوابة لأفريقيا من الغرب، ومصر هي بوابة لأفريقيا من الشرق، والقطاع الخاص المصري والمغربي سيقوم بعدد من المشروعات اللي يستفيدوا بها من التكامل فيما بينهم. والحقيقة احنا ايضا في مجال السياحة تم تسهيل اجراءات السياحة بين مصر والمغرب. هناك بعض الصعوبات بنتغلب عليها، انما الان ممكن اي شخصين من المغرب يروحوا مع شركة سياحة ياخدوا الفيزا في مطار القاهرة. هناك ايضا توجه لتنظيم لفتح الابواب للسياحة المغربية الى جنوب سيناء والى منطقة البحر الاحمر، والترويج السياحي المشترك.
والقوافل السياحية المصرية التي ستأتي إلى المملكة المغربية. وبالمثل احنا بندعو الإخوة من المغرب لتعرفنا ببلدهم اللي احنا بنعتز بيها طبعا. ويعني أنا سعيد بهذا اللقاء وسعيد بكم جميعا جدا. وسعداء بالفن المصري الجميل اللي هو بيرفع رأسنا في كل صحيح. بلاد العالم واللي احنا بنعتز بيهم وممكن يعملوا بوجودهم في 5 دقائق في بلد اللي ممكن سفارة تعمله لمدة سنة كاملة. شكرا جزيلا. شكرا سيادة السفير. قبل ما اختم انا مع الجمهور العزيز اللي اتمنى انه يكون يعني نجحنا في توصيل بعض الرسالة. احنا في بلد غالي علينا وعزيز علينا جدا، من ساعة ما جيت ما بنامش، بفضل لحد اخر الليل واقوم الصبح بدري جدا. ومراكش ورغم انها مدينة واحدة في المغرب ما بتخلص، وعنواني هو البهجة. من ساعة ما دخلت فعلا تجد ان القلوب مفتوحة قبل الشوارع، ويصبح الفن هو القائد في رحلتي. كل ما اروح الاقي الفن في الناس البسيطة، الفن في الضحكة، الفن في عبد الحليم حافظ، كل ما ادخل مكان اسمع ام كلثوم فتشعر انك قريب جدا جدا جدا. ابتديت بالبهجة وحنتهي بالبهجة، وهتختاروا لنا اغنية، واغنية نغنيها معاكم. بس هقول لجمهور مصر والمغرب بخير، طول ما انتم بخير وتصبحوا على خير بعد الاغنيه. اتفضل. Thank you.